اخيرا لحضراتكم جميعا. طبعا انا شرف ليا ان انا ابقى مشتركه في المؤتمر ال 44 لكليه طب جامعه عين شمس، وفي الانتجريتد سيشن اللي بتضم مالتيبل ديسيبلينري مالتيبل ديبارتمنتس ما فيهم البيزك ساينس. انا دكتور منى عادل، استاذ الميديكال مايكروبيولوجي، فاكولتي اوف ميديسن عين شمس يونيفرسيتي. هتكلم النهارده ان شاء الله على البرنسبل بيزك برنسبلز اوف اميونوثيرابي، واحنا عايشين في الايرا بتاع البيولوجيكال تريتمنت. هي داخله فعلا ايفيدنج وداخله بقوه ان كونجوجيشن مع الكيمو والتراديشنال كيمو ثيرابيوتيك ايجنتس. اوفر فيو، هتكلم على الاميون ريسبونس ان تيومر ديفلوبمنت. ايه هي الاميون تشيك بوينت بروتينز اللي انا لو عملت لها بلوكينج او عملت لها تارجتنج هقدر اعالج العيان، وايه هي الادفانسز في الكانسر اميونوثيرابي اند وات ار اور كونكلوجنز اند برسبكتيفز ان جوينج تو سبيسيفاي اميونوثيرابي ان كانسر. What is immunotherapy? Immunotherapy هو عبارة عن biological treatment. I'm going to either augment or suppress a T cell response, or I'm going to suppress or over stimulate the immune system to fight cancer. احنا مين هنتكلم على الكانسر and other infectious diseases like COVID. احنا خارجين من البانديميك بتاع الكوفيد، وطبعا كلنا شفنا الاكتمرا كان biological مونوكلونال انتي بودي اجينست الاي ال 6، وكان نافع في ان هو يبقى يعني كتريتمنت للناس اللي كان عندهم سيفير كوفيد. فالبيولوجيكال تريتمنت او الاميونوثيرابي مش بس للكانسر، لا كان ممكن يعالج اذر انفكشوس ديزيز منهم ريسنتلي الكوفيد از ويل از اذر اميون ديزيزز. طبعا اكيد حضراتكم اساتذتي في الانكولوجي، فالكانسر هو ميجر بابليك هيلث بروبلم مالتي فاكتوريال، ممكن يبقى جيناتيك ممكن يبقى انفايرومنتال، الى الان مش عارفين المين كورس او المين كوز. وي ار هوبينج ان ذا نيكست ييرز ان البيولوجيكال تريتمنت او الاميونوثيرابي يبقى هاند ان هاند مع التراديشنال كيموثيرابيوتيك ايجنتس والراديوثيرابي ان اوردر تو ابولش الاميون سبريشن اللي بيحصل. هو مشكله الكانسر بقى ان في ايه هي الاميون ريسبونس او الاميون سيرفيلانس، ترصد الجسم بيحصل ازاي مع الديفرنت ستيجز اوف كانسر. اول ستيج هي انيشيشن، البادي ترايز تو اليمينيت الكانسر سيل، ان هو بيطلع الاميون سيلز ايذر الانيت اميون سيلز زي الناتشرال كيلر سيل او الادابتيف سيلز زي سايت توكسيك تي سيل، هي اللي بتاخد الابر هاند في التيومر انتجين. باول مرحله مرحله الاليمينيشن البادي ترايز تو اليمينيت ذيس تيومر انتجين. بعد كده بيخش مرحله الايكوليبريم، بيكون في بالانس بين الاميون سيستم والتيومر بروجريشن. اند فاينلي بيحصل مرحله الايفيجن، ان التيومر انتجينز بتايفيد الاميون سيستم وبيحصل المانيفستيشنز اوف تيومر. اهم اميون تشيك بوينتس لو انا عملت لها بلوكينج او عملت لها تارجتنج هقدر اعالج العيان او هيبقى العيان هيدي ريسبونس كويس مع الكيموثيرابي ومع الراديوثيرابي، في موليكول اسمه بي دي 1 وبي دي ال. البي دي 1 ده اختصار البروجرام ديث بروتين، ده اكسبريسد على تي سيل السيتوتوكسيك تي سيل، واللايجند بتاعه اللي هو اسمه بي دي ال 1 لايجند موجود على التيومر انتيجين. اللي بيحصل لو البي دي زي ما احنا شايفين في الفيجر دوت ان البي دي مسك في اللايجند بتاعه بيخلي التي سيل في مرحله انرجي عطلانه مش عارفه تعمل الاميون ريسبونس بتاعها انها تاتاك وتكسر وتعمل ديستركشن للتيومر انتيجنز. يبقى لو عمل حصل لايجيشن بين البي دي واللايجند بتاعه اللي هو البي دي ال الموجود على التيومر انتيجن والبي دي اللي موجود على التيومر سيل، هيخلي السيل في مرحله عطلان او انرجي ان هي هتبقى في الارست فيز جي فيز، وكمان مش هتطلع الانترلوكين 2، والانترلوكين 2 ده زي ما بنقول كده الميه والهواء للتي سيل، هو ده اللي بيعمل بروليفريشن للتي سيل. طب ايه تاني غير البي دي 1؟ في السيتوتوكسيك تي ليمفوسايت انتيجين 4 او الكالتا، ده برضو بيبقى بيشبه السي دي 28 اللي موجود على التي سيل. لو السي دي 28 مسك في اللايجند بتاعه اللي موجود على التيومر انتيجين السيل هيحصل لها اكتيفيشن. طب ايه اللي بيشبه السي دي 28؟ السي تي ال 4 ده بيكومبيت مع السي دي 28، مين اللي يمسك في البي 7 الاول؟ لو السي تي ال 4 هو اللي ماسك في البي 7 ساعتها هيحصل انرجي برضو اكسهوجن، يبقى التي سيل موجوده في مرحله عطلان مش عارفه تشتغل، وبالتالي مش هتدي الاميون ريسبونس بتاعي كويس. يبقى انا بقى ايه هم
البرنسبلز بتاعت الكانسر اميونوثيرابي، ايه هم البيلرز اللي ممكن استخدمهم كبيولوجيكال تريتمنت في علاج الكانسر. اول بيلر ان انا تارجتنج الانهبيتوري تشيك بوينتس اللي هو البي دي 1 والبي دي لايجن والسي تي ال 4. تاني بيلر ادابتيف سيل ثيرابي، ان انا اخد التي سيل من العيان او من التيومر بتاع العيان اكس فيفو احطه مع سايتوكاين وارجع ارجعه تاني اعمل له اكتيفيشن اكس فيفو، اسمه ادابتيف سيل ثيرابي. البلر اللي بعد كده عندنا الكانسر فاكسينز، ان انا ادي فاكسينز للعيان ايذر بريفنتيف اور ثيرابيوتيك، وممكن كمان ادي سايتوكاين ثيرابي. زي ما قلت لحضراتكم اول بلر ان انا هعمل مونوكلونال انتي بودي تارجتنج بيها الاميون تشيك بوينت بلوكيد، الحاجه اللي عامله اكسهوجن او انرجي للتي سيل اللي هم اصنع مونوكلونال انتي بودي اجينست البي دي 1 والبي دي لايجن. لو عملت مونوكلونال انتي بودي ليهم انا كده هرجع التي سيل تبقى اكتيفيتد، ان هم مش هيمسكوا البي دي، مش هيمسك في اللايجند بتاعه، وبالتالي التي سيل هتبقى اكتيفيتد. طب هل الكلام ده بيعمل بيحصل؟ بقى ريسنتلي ابروفد بالاف دي اي ديفرنت مونوكلونال انتي بوديز ممكن تستخدم في علاج ديفرنت تايبس اوف كانسرز لايك البريست كانسر، البروستاتيك، الجاستريك، المالتيبل مايلوما اند لوكيميز. وانا لو عملت مونوكلونال انتي بودي اجينست البي دي والبي دي ال 1 زي ما قلت لحضراتكم هرجع التي سيل تبقى اكتف، برضه لو عملت مونوكلونال انتي بودي اجينست السي تي ال 4 هرجع التي سيل تبقى اكتف وتشتغل. ده اكزامبلز للمونوكلونال انتي بوديز اللي هي ابروفد اوريدي بالاف دي اي وبتستخدم. الابليومام دوت مونوكلونال انتي بودي اجينست السي تي ال 4 ابروفد في عيانين المالتيبل مايلوما. كمان في مونوكلونال انتي بودز اجينست البي دي 1 والبي دي ال 1 زي نيفلوماب مثلا في البي دي 1 والبي دي ال 1 الازيلتوماب، الاثنين ابروفد في علاج الادفانسد ميلانوما، يبقى انا ممكن اديهم ان هاند مع الكيموثيرابي. كمان النيفلوماب also used in treatment of Hodgkin lymphomas ابروفد في التريتمنت بتاع الهودجكن لينفوما وبيدي ريسبونس اب تو 80%. ده حضراتكم الصوره اللي بنقولها ان لو حصل البي دي مسك فيه او السي تي ال 4 مسك في التي سيل، التي سيل هتبقى انرجيك. لو انا منعت الادهيجن او منعت البايندنج التي سيل هتبقى اكتيفيتد وترجع تشتغل انها تبقى اتاكينج التيومر انتيجن. نيجي للبيلر اللي بعد كده اللي هو الادابتيف سيل ثيرابي، فكرته ان انا باخد التي سيل من جسم العيان من التيومر زي اللي هو التيومر انفلتريتنج لينفوسايت، هاخد التي سيلز من التيومرز اكس فيفو هصنعها واعمل لها كو كلتشر بره جسم العيان احطها مع سايتوكاين اللي هو الانترلوكين 2. ايش معنى انترلوكين 2؟ عشان الانترلوكين 2 ده بليثوريك سايتوكاين، هو ده اللي بيعمل بروليفريشن للتي سيل. يبقى انا خدت التي سيلز من جسم العيان في التيومر اكس فيفو هحطها مع الانترلوكين 2 وارجع بعد كده ادخلها جوه جسم العيان، طبعا ان كونجوجيشن مع التيومر انتيجن، هي اتعرفت على التيومر انتيجن وبقت انتيجينيك يعني وبقت اكسبريسد او بقت اتعرفت عليه مع انترلوكين 2 اللي هو هيعمل لها بروليفريشن، بعد كده ارجع احقنها جوه جسم العيان. ده حضراتكم الصوره اهيت ان انا خدت التي سيلز من جسم العيان بعد كده عملت لها كو كلتشر مع انترلوكين 2 ومع الانتيجن التيومر سبيسيفيك انتيجنز، بعد كده هرجع ادخلها جوه جسم العيان، يبقى انا كده عملت اكتيفيشن للسايتوتوكسيك تي سيل اللي هي زي ما قلت لحضراتكم هي ديت المين سيل بتديفند اجينست التيومر انتيجنز. طب في بقى حاجه جديده بدات تبقى موجوده اللي هو الكارتي، الكارتي او الكلايميريك انتيجن ريسبتور، فكرته ان انا هاخد التي سيل زي ما قلت لحضراتكم من الجسم العيان واكس فيفو هحطها مع جينيتك انجينيرد تي سيل ريسبتور. التي سيل ريسبتور دوت اللي هو موجود على التي سيل هيعرف الانتيجن للتي سيل، ده بيتصنع بالجينيتك انجينيرنج اسمه كايميريك انتيجن ريسبتور. ده بيبقى شكل التي سيل ريسبتور العادي خالص، ليه اكسترا سيلر دومين وانترا سيلر دومين، ده شكل الكارتي اهوت، بره هيتعرف بالاكسترا سيلر دومين بتاعه هيتعرف على التيومر انتيجن والانترا سيلر دومين بتاعه بالظبط زي التي سيل ريسبتور. الكارتي ده ابروفد في عيانات في حالات زي الهودجكن لينفومز وبيستخدم في علاج اللوكيميز واللينفومز بدايه من الالفينات. باخده زي ما قلت لحضرتك باخد التي سيل وبحط معاها ترانسفيكتد، بحط معاها التي سيل ريسبتور اللي انا صنعته بجينيتك انجينيرنج وبعد كده هدخله جوه جسم العيان. ميزته ان هو نون ام اتش سي، يعني هيمسك في اي انتيجن مش شرط ام اتش سي، انا ممكن اصنع الكارتي دوت لمالتيبل تيومر انتيجنز. هو حلو جدا بس فيري اكسبنسيف، طبعا غالي قوي.
ايه الليميتيشنز التانيه للكارتي؟ اول ليميتيشن ان هو ممكن يحصل اوفر اكسبريشن للتي سيل، وبالتالي هيدخل العيان في اكسسيف تي سيل ستيميليشن ويخش في سايتوكاين ستورم زي اللي حصل وقت الكورونا. تاني حاجه ممكن يحصل العكس، يحصل اكسهوجن، التي سيل تبقى اكسهوستد وكده انا مش هعرف اعمل الفانكشن بتاعها. الحاجه الثالثه الدروباك للكارتي ان ممكن يحصل لوس للتيومر انتيجين اللي موجوده على التي سيل ريسبتور، وبالتالي العيان يجي له ريكورنس في اللوكيميا. زي ما قلت لحضراتكم الكارتي بيستخدم في علاج الديفرنت هيماتولوجيكال مالجنس زي البي سيل لينفوما والهوجيكن لينفوما. دي الدروباكس اللي موجوده للكارتي. ثالث بيلر الكانسر فاكسين، ان انا اخد التيومر سبيسيفيك انتيجينز ديت احضر منها فاكسينز. الفاكسينز عندنا ممكن تكون بريفنتيف، امنع بيها حدوث الكانسر. اشهر حاجه الاتش بي في فاكسين، طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاتش بي في هو الكوم، هو الموست امبورتنت كوز او المين كوز لحالات الكانسر سيرفكس. وفي نوعين من الفاكسين من الاتش بي في، باي فيلنت وكوادري فيلنت، وده بيتاخد اوبلوجاتري بره في للبري بيبرتال فيميلز علشان طبعا الايرلي سيكشوال الريليشن بيعملوها، فاوبلوجاتري يتاخد في الفيميلز قبل في الادوليسنس ياخدوا الاتش بي في فاكسين. ده انا كده بديه كبريفنتيف ميجر ان هو يمنع الكانسر سيرفكس. طب كثيرابيوتيك بقى هعمل ايه؟ في الدندريتك سيل فاكسين. الدندريتك سيلز طبعا لو حضراتكم متذكرين دي انتيجين بريزنتنج سيلز، بتاخد التيومر انتيجين بتعرفه على توديه للتي سيل او سايتوتوكسيك تي سيل. الدندريتك سيل فاكسين ابروفد في حالات البروستاتيك كانسر. هاخد الدندريتك سيل من جسم العيان اعمل لها اكس فيفو برضه اعرفها على التيومر سبيسيفيك انتيجين واحطها مع فاكتورز تعمل لها بروليفريشن، يبقى كده الدندريتك سيل عرفت التيومر انتيجين بره الجسم، ارجع احقنها تاني جوه جسم العيان هتديني ريسبونس وتعمل اكتيفيشن للسايتوتوكسيك تي سيل. هل الكلام ده ابروفد؟ اه بيستخدم في حالات زي البروستاتيك كانسر. ممكن اعمل كومباينيشن بين الدندريتك سيل فاكسين والمونوكلونال انتي بودي بتاعت البي دي 1 والبي دي ال 1 كنوع من الكومباينيشن، وبيدي برضه ريسبونس كويس. كمان بيستخدموا حاجه اسمها التيفيك، ده اونكوليتيك هيربس فايروس. بجيب الهيربس فايروس احط عليه تيومر انتيجين واحقنه جوه جسم العيان، هيعمل ايه؟ هيعمل لايسز للميلانوما، وده بيستخدم في حالات الميلانوما. كمان البي سي جي فاكسين، احنا كان عندنا رساله اتعملت في القسم ان شفنا الناس اللي خدت البي سي جي فاكسين في حالات الانفيزيف بلادر كانسر لو انعمل ريسبونس كويس جدا وحصل كيورنس، يبقى انا ممكن برضو ادي البي سي جي فاكسين في حالات الانفيزيف بلادر كانسر. ودي كان شغل اتعمل عندنا في قسم الميديكال مايكروبيولوجي وادى ريسبونس كويس جدا. البلر اللي بعد كده السايتوكاين ثيرابي، ان انا ممكن ادي ديفرنت سايتوكاينز او ادي مونوكلونال انتي بوديز تو بلوك السايتوكاينز. يعني ممكن استخدم السايتوكاينز في حاجتين، ك يعني حاجه تعمل بروليفريشن للتي سيل او كانهبيشن. زي ما قلت لحضراتكم لو اديت الانترلوكين 2 الانترلوكين 2 امبورتنت سايتوكاين للتي سيل بروليفريشن، يبقى انا كده رجعت، او لو مدي العيان انترلوكين 2 انا كده حفزت الاميون سيستم والسايتوتوكسيك تي سيل هتبقى اكتف وتعمل اتاك او دامج للتيومر سيل. كمان الانترفيرون الفا، الانترفيرون الفا ده واحد من السايتوكاينز بتبقى ليها رول مهم جدا في الانتي فايرال ريبليكيشن، وبيلعب رول انه بيزود السايتوتوكسيستي بتاعت الناتشرال كيلر سيل. دي واحده من النيت سيلز اللي بتشتغل اجينست التيومرز، وبرده بيزود السايتوتوكسيستي بتاعتها وبيزود الاكسبريشن بتاع الام اتش سي كلاس 1. الام اتش سي دوت اللي هو هيخلي التي سيل تمسك في التيومر انتيجين. اخر بيلر عندي ان انا ادي مونوكلونال انتي بوديز، وده الكومنست ان احنا نحضر بقى باسيف ادي العيان مونوكلونال انتي بودي، زي اشهرها المونوكلونال انتي بودي بتاع الهير تول اللي بيستخدم في علاج البريست كانسر، او ان انا ادي مونوكلونال انتي بودي اجينست الابيدرمال جروث فاكتور ان انا ازود حافز الايمون سيستم. المونوكلونال انتي بودي بتتحضر ازاي؟ ان بريف ده بدا تحضرها في السبعينات، ان انا بجيب مايس احقنه بي انتيجين، انا اللي هو الانتيجين اللي انا عايزاه يكون ضده انتي بوديز. بعد كده هاخد البلازما سيل من الماوس اللي هي خلاص كونت الانتي بودي واحطها ان هايبريد مع مايلوما تيومر سيل، يبقى حاجه يتكون حاجه اسمها هايبريدوما عشان يعملي مالتيبل كلونز من البي سيل. هاخد بعد كده البي سيل الكلون بتاع البي سيل او الانتي بودي بتاع البي سيل اجينست الانتيجين اللي انا عايزاه. ده باختصار ازاي بيتصنع المونوكلونال انتي بوديز. طبعا المونوكلونال انتي بوديز بتستخدم اشهر حاجات الانتي سي دي 20 بيستخدم في علاج الليمفومز، الانتي هير 2 بيستخدم في علاج كبيولوجيكال تريتمنت هو الهيرسبتين او البروجكتا في علاج البريست كانسر،
الانتي ابيدرمال جروس فاكتور برضو بيستخدم في حالات الميتاستاتيك كولوريكتال كارسينوما. كمان عندنا برضو من ضمن المونوكلونال انتي بودز حاجات بتمنع الانجيوجينسيس في التيومر زي الانتي فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور. ممكن اعمل كونجوجيشن بين المونوكلونال انتي بودز مع الكيموثيرابي او الراديو ثيرابي. So in conclusion or in brief, immunotherapy is very promising and it is the upcoming era. And it's very promising for durable control of cancer. Remarkable success have been achieved in cancer immunotherapy. Several cancer immunotherapy agents have been approved in treatment of many types of malignancies. The availability of immune checkpoint blockade, one of the effective supplemental elements can be used in tumor treatment. We hope in the future we have promising strategies عشان نعمل يعني multiple biological treatment multiple monoclonal antibodies for treatment of cancer. Thank you. شكرا جزيلا لحسن الاستماع. ومرة تانية بشكر حضراتكم وبشكر طبعا السادة الحضور والشير بيرسونز. ومبسوطة جدا انا كنت جزء صغير من السيشن بتاعة شكرا جزيلا بروفيسور منى. هي الحقيقة اكستريملي illustrative ليكتشر سعدنا بيها جدا. بس انا ليا كومنت صغير على استخدام البي سي جي. PCG as local installation بيستخدم في non-invasive superficial bladder cancer and not the invasive. يمكن مفهوم الانفيزيف عند الباثولوجيست اللي هو invasion of the lamina propria, وده بالنسبه لنا accepted. It's invasion of the lamina propria بيتقال عليه invasive, لكن it's non-muscle invasive فبيعتبر superficial. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اشكر حضرتك على نظر كومنت بسيط برضه. انتوا ناسيين الاوستوساركوما والايمنج عندنا في الاورثوبيديك. الاوستوساركوما تمام. يعني دي مشكله عندنا دكتور محمد ودكتور خالد عارف. ما انا عارف. نو حاجه في العالم كله. اسف. خلاص ان شاء الله الدكتور الجاي يحضر حاجه على الاوستوساركوما ان شاء الله. لكن الاوستوساركوما بالذات حضرتك عارف العلاج الاساسي فيها بعد الجراحه المينلي از راديوثيرابي والكيموثيرابي في الحالات اللوكالي ادفانسد اند ميتاستاتيك. لكن الاميونوثيرابي لسه كلها حاجات في البايب لاين ما تاكدتش, وعشان كده هي مش في الماركت. يمكن دكتور منى قالت الحاجات الاساسيه بصفتها يعني من قسم الاميونولوجي. شكرا جدا لمحضرتك. ان شاء الله احاول اعرف القصه دي ان شاء الله ونحضر فيها حاجه المره الجايه ان شاء الله. شكرا جزيلا. اشكركم. نكست ليكتشر دكتور الهام رؤوف ليكتشر اوف جيرياتريك ميديسن. And the topic is geriatric oncology patient optimizing outcome. صباح الخير على حضراتكم. انا سعيده الحقيقه ان انا مشاركه في المؤتمر ال44 لكليه طب عين شمس. انا اسمي دكتوره الهام رؤوف, انا مدرس طب المسنين ومدير وحده الرعايه التلطيفيه. وهنتكلم النهارده على الجيرياتريك اونكولوجي بيشنتس اوبتمايزنج الاوتكمز. هناخد الجيرياتريشن بوينت اوف فيو في التعامل مع الاولدر ادلتس اللي عندهم كانسر. يمكن في كوت مشهور قوي وبقى ببلشد يمكن في كل المجلات ان احنا بنتكلم انه with aging population expected to rise rapidly في most high income countries field of geriatric oncology بقى of utmost importance وهيبقى of utmost importance في السنين اللي جايه. الحقيقه ده مش ينطبق بس على الهاي انكم كونتريز. احنا كل الاستاتستكس من الكاب ماس كمان في مصر بتقول ان في خلال ال 20 سنه الجايين عدد المسنين في مصر هيتضاعف. احنا عندنا حوالي 7 أو 8 مليون مسن, عددهم هيتضاعف في السنين اللي جايه. انا هتكلم بسرعه ستاتستكس سريعه عن الاولدر ادلتس ويز كانسر. هتكلم على ايه التشالنجز في الالدرلي اللي عندهم كانسر, دور الجيرياتريشن في التعامل مع الالدرلي ويز كانسر, والاكسبيرينس بتاعتنا في وحده الباليتيف كير وشغلنا كجيرياتريك اونكولوجي وباليتيف كير. يمكن دي صوره من اليونت عندنا, هي من اوائل اليونتس الباليتيف كير اللي موجوده في مصر ونتشرف انها موجوده عندنا في جامعه عين شمس. كستاتستكس يمكن حضراتكم طبعا ادرى مني انه تقريبا 60% من العيانين اللي بيتشخصوا بكانسر هم بيشنتس فوق ال 60 وفوق ال 65 سنه. 60% من المرضى اللي متعايشين مع الكانسر فوق ال 65 سنه.
الفكرة انه الترند دلوقتي انه اكتر عيانين الكانسر هم elderly، ومازال رغم ان هم الاكترية لكن هم underrepresented في اغلب الترايلز. كمان في جابس كتيرة قوي في النوليدج، في الافكت بتاع الميديكيشن عليهم، في السلكشن بتاع العيان يقدر يستحمل اي نوع من انواع التريتمنت. لسه الجزء ده في جابس كتيرة وفي ستاديز كتيرة شغالة عليه. sometimes كمان في البراكتس بعض الاولدر ادلتس بيتحرموا من فرصه ان هم ياخدوا اجريسيف تريتمنت او كيوراتيف تريتمنت لمجرد انه بيتقال له انت سنك كبير فانت مش هتستحمل تعمل عمليه ولا تاخد كيمو. وطبعا الفكره ان احنا الشطاره ان احنا نعرف نتيلر كل حاجه حسب كل عيان، لان الجيرياتريك بوبوليشن هي فيري هيتروجينس بوبوليشن، في منها اللي يقدر يستحمل حاجات اجريسيف وفي اللي لا. يمكن برضو دي كانت ستادي سريعة كنا عملناها في مستشفى أحمد شوقي للمسنين عندنا في طب عين شمس، لقينا أنه في common presentations هي للعيانين بتيجي تتحجز بيها، من أشهرها يمكن الـ advanced liver disease، الـ failure to thrive، يمكن ده بالنسبة لنا اللي هو الأدلت اللي بيلوز ويت وبيرفيوز الفيدنج، العيانين اللي بتيجي بديليريم، وطبعا عندنا other complaints العيان بيخش بيها. لكن اكتشفنا أن في الثلاثة complaints دول أكتر من 30% من patients بيبقى عندهم underlying malignancy، ويمكن تكون دي اول مره بتتشخص، يمكن يكون العيان ده اصلا مش نون ان هو مالجنس. طب ايه التشالنجز اللي موجوده في المسنين وليه ابتدى الكلام على فيلد الجيرياتريك اونكولوجي؟ الفكره طبعا زي ما حضراتكم برضو عارفين ان احنا عندنا جيرياتريك سيندرومز كتيره جدا منتشره في الاولد ايج، من ضمنها الديكلاين في الفانكشنال ستيتس، وده بالنسبه لنا ساعات بيبقى بريدكتور او انديكيتور لورس اوتكم في العيان ده ان جنرال، حتى لو هو مش عيان كانسر. كمان عندنا lots of elderly people عندهم comorbidities من أنواع مختلفة، سواء بقى heart disease، سواء renal disease، سواء neuropathy، سواء أمراض كتيرة جدا ممكن تتعارض مع anti-cancer therapy. كمان مشاكل النيوتريشن عندنا very prevalent in old age، يمكن في studies كتيرة اتعملت انه اكترية الold age اللي بيتحجزوا في المستشفى بيبقى عندهم يا اما severe malnutrition او malnutrition حتى لو في المراحل المبكرة او risk of malnutrition. فالنيوتريشن برضو من ضمن المشاكل اللي بتبقى overlooked كتير جدا. عندنا patients كتير عندهم forms of cognitive impairment، سواء over dementia او بداية cognitive impairment، وهل العيانين دول هل كلهم لازم يتحرموا من علاج الكانسر ولا لا؟ لا، الحقيقة أنه الموضوع بيختلف حسب الستيج. عندنا other problem زي الـ visual impairment، الـ hearing impairment، دخول العيانين في depression، زي ما قلنا cognitive impairment. عندنا كمان مشكلة في الـ old age وهي فكرة الـ impaired homeostasis، أنه قابلية الشخص الـ older adult أنه هو يستحمل أي stress external أو internal حتى في جسمه بتختلف كتير قوي عن الـ normal adult. احتماله للـ dehydration، للـ bleeding، للـ fever، للـ drugs، كل ده بيختلف جدا في الـ old age. تميك الموضوع أصعب كمان شوية، إحنا مشكلتنا كمان إنه أكتر الأولدر أدلتس بيبقى عندهم الكوموربيديتيز دي أو الجيرياتريك سيندرومز دي وهي مش متشخصة للأسف، نتيجة مشاكل كتيرة، ممكن تكون مشاكل كالتشرال، مشاكل من حاجات كتيرة جدا. ناس كتيرة بتأتريبيوت إنه ممكن يرفيوز الأكل أو يبقى بينسى شوية أو يبقى ديبرست أو حاجة لمجرد إنه هو أولد إيج، وبالتالي أغلب مشاكل الجيرياتريك سيندرومز اللي إحنا بنقابلها بتبقى أندر دايجنوزد. ولو ما حدش بيعمل detailed comprehensive geriatric assessment للعيان معظم المشاكل دي هتبقى overlooked ومحدش هياخد باله منها. مشكلة تانية كمان انه الجيرياتريك سيندرومز عندنا كلها متداخلة وكلها ساعات كتيرة بتبقى عاملة زي الدومينو افكت، يعني عيان ممكن يخش في visual impairment، hearing impairment، يبتدي يبقى isolated، يبتدي يخش في depression، يبتدي يخش في cognitive impairment، يبتدي يخش في malnutrition، فهي بتخش في vicious circles اوقات كتيرة جدا الجيرياتريك سيندرومز عندنا. وعشان كده مهم بالنسبة لنا كجيرياتريشن في البراكتس العادي او لو قابلنا عيان من العيانين المالجنسي ان احنا نعمل له comprehensive geriatric assessment، ودي يمكن ده part من البراكتس بتاعنا في كل العيانين whether العيان ده كان outpatient او inpatient، عشان اقدر اديله خطة علاج مناسبة. ما ينفعش يكون عندي عيان مثلا محجوز بsevere heart failure وإديمة وانا عمال اديله في diuretics وانا مش واخد بالي ان هو at risk of falls وممكن يقع يتكسر مني مثلا في المستشفى. ف it's highly important ان انا اعالج العيان as a whole. طيب هل اقدر اعرف مين الجيرياتريك بيبل اللي يقدروا يستحملوا العلاج ومين لا؟ هل كل عيان من الالدرلي دول زي التاني؟ يعني العيان الفيزيكالي قوي اللي بيلعب رست، العيان اللي اكتف، اكيد بيختلف تماما عن العيان اللي محتاج اسيستنس في المشي.
عشان اقدر اقول البيشنتس الاولدر ادلت توريريت الكانسر تريتمنت ولا لا، محتاج اعرف حاجتين مهمين. محتاج اعرف ان في حاجه اسمها انترنسيك كاباسيتي، ودي اللي بنقول عليها كل الفيزيكال والمنتال كاباسيتيز اللي العيان بتبقى موجوده عنده ات اني تايم في حياته، هي دي نقدر نقول الريزيرف اللي موجود في جسمه ولا لا. ولازم الترم الثاني اللي نعرفه اللي هو الفريليتي، او اللي احنا بنقول عليه يمكن بالعربي الوهن او الضعف. يمكن ده بيترجم شويه بشكل الصوره اللي محطوطه دي، انه العيان يبتدي يبقى عنده ويكنس، سلو ووكينج سبيد، يلوز ويت، يبقى فاتيجد طول الوقت. بس هي الحقيقه مش بس الشكل الخارجي، العيان اللي فعلا عنده فريليتي ومجمع اكتر من 3 كرايتيريا من دول، غالبا بتبقى الاميون سيستم بتاعه اضعف، الفيزيولوجيكال ريزيرف بتاعه اضعف، وبالتالي احتماله لكل الاستريسز اصعب بكتير، والريسك المورتاليتي فيه اعلى. ستاديز كتيره اتعملت عن الاوفرول سيرفايفل في العيان الفريل انه بيبقى اقل، العيانين دول بوست سيرجري السيرفايفل بتاعهم اسوا، العيانين دول حتى اتعملت ستاديز بعد الكولكتومي ان السيرفايفل بتاعهم اسوا بكتير. فمهم قوي ان انا اعرف البيولوجيكال ايج بتاع العيان، اعرف الريزيرف بتاعه، اعرف العيان بتاعي ده فريل ولا لا قبل ما افكر اديله تريتمنت، وده دور الكومبريهنسيف جرياتريك اسسمنت بتاعه. طيب دور الجرياتريشن ايه؟ اهم حاجه بالنسبه لي ان انا عن طريق الكومبريهنسيف جرياتريك اسسمنت اللي انا بعمله اقدر احدد كل الكوموربيديتيز، السيفيريتي بتاعتها، اخبارها ايه، هقدر اتعامل مع الجرياتريك سيندرومز ولا لا. اكوردنج للكونديشن بتاعته نقدر نحط بلان مع الانكولوجيست، العيان ده ممكن يتوليريت ايه، ويفضل انه ما نخشش فيه بحاجات شكلها ايه، عشان احنا بريدكتنج ان الاوتكم اسوء. دي ستاديز يمكن اتعملت في الامريكان سوسايتي اوف كلينيكال اونكولوجي، بتتكلم على ان العيانين اللي فوق ال 65 سنه بالذات اللي بيبان عندهم ديفكتس في الكومبريهنسيف جرياتريك اسسمنت لازم يبقوا مانجد هاند ان هاند مع الجرياتريشن في وقت من العلاج، عشان نقدر نتغلب على كل السندرومز اللي عندهم ونوصل لبست اوتكم محتمل من العلاج والبست كواليتي اوف لايف. يمكن احنا لينا تولز كتيره قوي ان احنا نعمل كومبريهنسيف جرياتريك اسسمنت للبيشنتس دول، لكن من اشهر التولز ومن اسهلها واللي المفروض اي حد بيشتغل مع اي اولدر ادلت عنده كانسر يبقى عارف اتليست الجي 8 تول دي، لان دي بتسكرين، بتحط ان مايند مش بس البرفورمانس بتاع العيان زي ما هو متعرف عليه في التولز زي الاي سي او جي اللي معتاده في الانكولوجي، لكن هي هنا بتحدد الستاتس بتاعت الويت بتاعه، النيوتريشن بتاعته، حركته شكلها ايه، النيورو سايكولوجيكال بروبلمز، بياخد ميديكيشنز كتيره ولا لا، سنه في حد ذاته قد ايه. وثبت من الاستاديز انه البيشنت اللي بياخد سكور 14 او اكتر في الجي 8 ده، هي طول سهله جدا وما بتاخدش 5 دقائق في كلينيك يعني، اللي بيجيب 14 او اكتر عاده ده بيبقى عيان يقدر يستحمل تريتمنت ومش محتاج فيرذر ديتيلد كومبريهنسيف جرياتريك اسسمنت. اللي هيجيب اقل من كده هيبقى محتاج انه يتشاف من الجرياتريشن، دي بقت ريكومنديشنز بره اكتر. وبدينا نعمل ستاديز لقينا ان ممكن العيانين اللي السكور بتاعهم في حدود الثمانية قد يكون من الاول فريل، وفي الوقت الحالي ممكن ما يستحملش اجريسيف تريتمنت. طبعا ده الكلاسيك كومبريهنسيف جرياتريك اسسمنت بتاعنا. المهم فيه طبعا الدومينز، ان احنا بنركز على كل الدومينز دي عشان اقدر اطلع بكلو في الاخر العيان ده فريل ولا لا، هيستحمل تريتمنت ولا لا. سمتايمز بعض الانكولوجيست اكيد فاميليير مع الكور كيموتوكسيستي كالكوليتر، ده برضو اونلاين كالكوليتر بنقدر نحسب فيه الكيموتوكسيستي ريسك، ومش معتمد بس على بيرفورمانس العيان لكن معتمد على فاكتورز كتيره من ضمنها الكرياتينين ليفل، الهيموجلوبين ليفل، سن العيان، نوع المالجنسي، وحاجات كتيره جدا، بحيث اقدر اعرف هو لو ريسك ولا انترميديت ولا هاي ريسك ان يجي له كيموتوكسيستي ولا لا. كمان بالنسبه لنا كجرياتريشن مهم انه العيان اللي عنده مالتيبل كوموربيديتيز اعرف الليفل بتاع الكوموربيديتي ايه، فعندنا برضو في الكيوميوليتيف إلنس ريتنج سكيل بقدر احدد السيفيريتي بتاعه كل سيستم افكتد قد ايه. وفي كلام كتير على انه العيان اللي في اي سيستم من دول، هو احنا السكور بيبقى في كل سيستم من دول افكتد بيجيب 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 حسب الديزيز افكتنج وعامله ديسابيليتي ولا لا. في كلام كتير على ان احنا لو عدينا سكور 4 غالبا العيان ده فريل، فريل دي بقى هنقدر ندي تريتمنت ولا لا، هتبقى محتاجه شيرد مانجمنت. ويمكن ده الهدف في الاخر من الكومبريهنسيف جرياتريك اسسمنت، زي ما بنقول انه الالدرلي كانسر بيشنت انا محتاجه اعرف في الاخر هو فريل سيفيرلي فريل، فده من الاساس هيبقى بالياتيف من الاول، ولا هو في البوبوليشن الفولنربل اللي ممكن الجرياتريشن يشتغل معاه ويحسن جرياتريك سندرومز كتيره موجوده عنده ويقدر يستفاد من العلاج،
ولا هو فيت من الاول والبيولوجيكال ريزيرف بتاعه والانترنسيك كاباسيتي بتاعته كويسه، وبالتالي من اول لحظه اقدر اديله اجريسيف تريتمنت زيه زي الادلت. يمكن طبعا الاي سي او جي تول دي الفاميليير كل البراكتس ماشي بيها، لكن هي مشكلتها طبعا هو زي ما هو متعارف ان احنا العيانين اللي زيرو او واحد او اتنين يوجوالي هم اللي بياخدوا اكتر الاجريسيف تريتمنتس، لكن مشكلتنا في الاولدر ادلت انه عيانين كتيره ممكن تجيب سكور اتنين لكن هم سيفيرلي فريل، سيفيرلي مالنورشد، عندهم ديبيليتيتنج إلنسز مخلياه ممكن يكون مش فيت للتريتمنت ده. فعشان كده بقى الكلام اكتر على فكره الكومبريهنسيف جيرياتريك اسسمنت او الجي 8 في الاستاديز دلوقتي اكتر من الاي سي او جي. طيب عشان اقدر اعمل الكومبريهنسيف جيرياتريك اسسمنت ده بشكل فعال وافيد البيشنت، طبعا انا محتاجه مالتي ديسيبلينري تيم، اكيد محتاج الجيرياتريشن، محتاج احيانا بنبقى احنا كمان كجيرياتريشن عندنا جزء بالياتيف كير وعندنا بالياتيف كير يونت، فالبالياتيف كير بنخش انتجريتد حتى ساعات من الاول تو بالييت السيمتومز. اكيد الانكولوجيست طبعا له دور كبير جدا، النيرس، البين سبيشالست، النيوتريشنست، السايكولوجيست، السوشيال وركر، الفيزيوثيرابيست، الفارماسيست، كل الكلينيكال فارماسيست، كل دول ليهم رول في الكومبريهنسيف اسسمنت بتوع العيان ده والمانجمنت. يمكن دي الاكسبيرينس بتاعتنا في الوحده. احنا فتحنا وحده الجيرياتريك بالياتيف كير يونت من اغسطس 2022 تقريبا. احنا عندنا ام دي تي فيها جيرياتريشن، فيها اونكولوجيست، فيها الكلينيكال فارماسيست، فيها السايكولوجيست، فيها الكلينيكال نيوتريشن، فيها الفيزيوثيرابي، فيها كل الناس دي ممثله في الام دي تي بتاعنا. عندنا توايس ويكلي ميتينجز، عندنا 12 سرير في اليونت بتاعتنا بهدف العيان اللي محتاج هوسبيتاليزيشن، طبعا مش الهدف الرعايه المطوله، لكن لو حد محتاج اكيوت هوسبيتاليزيشن عندنا اوت بيشنت كلينيك. هنبتدي كمان تيلي ميديسن كلينيك بدءا من الشهر الجاي، نقدر نتابع العيانين اللي بتخرج او العيانين اللي عايزه تكشف فيرتشوال. احنا تقريبا في السنه الاولانيه دي ستاتستكس عن اول سنه تقريبا اتحجز عندنا او شفنا ما يقرب من 350 عيان في مراحل كتيره. احنا اكتر عياننا اونكولوجي، لكن بنشتغل كمان مع عيانين نون اونكولوجي بصفتنا بالياتيف. عندنا عيانين كتيره نيورو بالياتيف بكل النيورو ديجنراتيف ديزيز الموجوده. هدفنا ان احنا نبتدي ندي كير من اول الدايجنوزس، وده اللي احنا بنعمله في البالياتيف يونت من اول الدايجنوزس. عندنا هوسبيس كير طبعا، لكن لسه ما عندناش خدمات البريفمنت اللي هي بعد الوفاه. يمكن الكومن بريزنتيشنز اللي بنشوفها سواء العيان كان في اول الديزيز، في نص الديزيز، او حتى في الليت ستيجز، يمكن الريفيوزل اوف فيدنج، البين، ومعانا بين سبيشالست كمان، البليدنج، الديسنيا، الانفكشن، جي اي تي سيمتومز، الاونكولوجيكال ايمرجنسيز سواء سباينال كورد كومبريشن، نيتروبينيك فيفر، سوبيريور فينا كيفا كومبريشن، هايبركالسيميا، كل ما هو موجود في البالياتيف كير احنا بنقدر نتعامل معاه. وشكرا جدا لحضرتك. بتاعه اقرار الادويه في وزاره الصحه، احنا كان عندنا عيانين مع الحملات القوميه طلعوا ان هم محتاجين ياخدوا علاج اميونوثيرابي وتارجتد ثيرابي، والعلاج متوفر، ولكن ورا امريكا ورا اوروبا احنا كنا بنقول لحد 60 سنه. ليه؟ لان العيان ده مش هيعيش كتير عشان يستفيد بالدواء. الاندورسمنت اتغير بضغط مننا احنا كانكولوجيست، العيان جاي لي فيري جود جنرال كونديشن، بالذات في عيانين البريست اللي محتاجين تراستازوماب اللي هو انتي انا اسف مش بس ده، والعيانين الليمفوما والدواء مقر وموجود وبتتحملوا الدواء. في وجود الجرياتريشن والام دي تي ابتدينا نبيلد اب، بقت 65 سنه دلوقتي، احنا بنوصل ل 70 سنه في بعض الدومينز. العياده اللي حضرتك بتقوليها انا برضو جزء من شغلي في البورد المصري، بقينا كمان في حاجة اسمها أونكولوجي نيرس، وبقى فيه الفارماسيست، الكلينيكال فارماسيست للأونكولوجي، بقى بيتخرج ناس توصل للإم دي تي ده. ففعلا يا بيه احنا دلوقتي واصلين إلى أكتف إم دي تي تو تيلر إيتش تريتمنت، مش بقواعد تنطبق على الكل، لأنه العلاج بتاعنا كأونكولوجي مكلف، وكان لحد وقت قريب ستريكت رول ما تديش دواء لحد كبير. دلوقتي الموضوع اختلف تماما، وشكرا لتوضيح حضرتك. شكرا. وده استكمال اللي قالته دكتور منهان. يمكن كنت عايزه اقول لحضرتك حتى انه يعني معروف ان بره في شخصيات، يعني يمكن بريزيدنت جيمي كارتر مثلا لما جات له مالجننت ميلانوما 96 سنه وخد التريتمنت فتره طويله وقدر يمشي عليه،
بالظبط بالظبط كده. ف مش الستاندرد طبعا طبعا. وعلى النظام التامين الصحي في العالم كله كان حاطط ريستريكشنز، الريستريكشنز دي بتتصاعد دلوقتي لانه الناس بالبلدي كده بتعيش بالزبط. وبتعيش ومعانا الريزيرف بتاعهم بقى قوي والانترنسك كاباسيتي بتاعتهم بقت احسن. نتائج العلاجات الجديده بتطلع اوفر اول سرفايفل ديفرنس كبير. كنا بندي العلاجات دي وذن الباليتيف كونتكست، لا الناس دي بقت بتعيش لشهور وسنين احسن كتير. شكرا لحضرتك. شكرا دكتور الهام. بس انا عايز اعرف ترجمه الرعايه التلطيفيه بتترجم من انجلش ايه؟ باليتيف كير. باليتيف باليتيف كير. شكرا. Our next speaker is Dr. Mohammed Mouafi. Orthopedic presentation, unusual presentation of unusual orthopedic oncology. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا البرزنتيشن بتاعتنا طبعا شرف ليا الاول ان انا اكون متواجد في المؤتمر 44 لكليه طب عين شمس. انا الدكتور محمد الموافي، مدرس جراحه العظام ومدرس في وحده جراحه اورام العظام برئاسه استاذنا الدكتور محمد عبد الرحمن. محاضرتنا النهارده على unusual presentation في الاورثوبيديك اونكولوجي. هو يعني يعتبر توبيك مش كومن قوي، بس احنا حبينا يعني نهايلايت عليه. هي في الاساس كيس بيس ديسكشن، يعني هنعرض حالات كده للانيوجوال بريزنتيشن. يعني كالعاده يعني كاوفر فيو احنا بنبتدي بالانترودكشن لاهميه الموضوع، نهايلايت اهميه الموضوع ونتكلم على الديفرنت بريزنتيشنز وكيسز، ثم نطلع بالايه بالتيك هوم مسج. يعني while some presentations of bone tumors are quite typical, others can be more obscure and challenging to diagnose. By recognizing these unusual presentations, we can ensure a more timely and accurate diagnosis for better patient outcomes. طبعا احنا نقصد في البون تيومرز whatever it is origin, the primary bone tumor, osteosarcoma, Ewing sarcoma, or a secondary or most common bone tumors, malignant bone tumors, secondaries in metastatic bone disease, or multiple myeloma as well. طيب احنا دلوقتي ايه الكومن بريزنتيشن عشان نتكلم على الانكومن بريزنتيشن. الكومن بريزنتيشن طبعا ان احنا يبقى البيشنت كومينج من ان هو بيشكي من بين، ممكن سويلنج، انابيليتي تو بير ويت، يبقى ساعتها بنبتدي على طول في الانفستيجيشنز بتاعتنا والكلينيكال بريزنتيشن بتاعتنا يبقى فيها suspicious of malignancy. طيب الكلام ده كله ممكن ده كلاسيك. طيب احنا ممكن ايه اللي يحصل لو البرزنتيشن بتاعتنا تبقى مختلفه ازاي؟ ممكن مثلا البيشنت يبقى يجي فيرست برزنتيشن بتاعته ان هو جاي بفراكشر. بيشنت بريزنت باي فراكشر، ده فيرست سيمتوم، ما كانش بيشتكي من حاجه خالص وجالنا في الـ بيجي في عاده في الطوارئ، بيبقى بين وعمل اكس راي، ممكن عاده بيبقى ايه نون تروماتيك، ما بيبقاش وقع او حاجه، وبيظهر عندنا فراكشر وبيبقى هو ما عندوش اي هيستوري اوف كانسر قبل كده. في بعض الاحيان برضو في حاجات بيجي لنا نيورولوجيك سيمتومز وزاوت ا كلير كوز، يعني هو بيشنت عنده تينجلينج ونمنس، بيتعالج بقى بالميديكال تريتمنت وما بيتحسنش وما بنبقاش عارفين السبب ايه. ساعات برضو بيبقى بريزنتد بكونستيوشنال سيمتومز وزاوت ا كلير اكسبلانيشن، يعني عند البيشنت عنده ويت لوس، فيفر، نايت سويتس، لكن مفيش سبب واضح للموضوع ده. ومن الحاجات المشهوره جدا برضو ان هو يجي بحاجه انسيدنتال فايندنج، يعني هو كان بيعمل اكس راي لاي سبب تاني، ظهر عندنا زي اوستيوليتيك ليجن في الاكس راي، وابتدينا انفستيجيت ويطلع ايه الموضوع ان هو عنده بون تيومر.
في احيان كتيره جدا برضو بيجي لنا حالات بيبقى ايه painless presentation، يعني احنا الكومن عندنا البيشنت presented with pain، لكن ساعات كتير جدا بيبقى الايه presented without pain. طيب احنا هنعرض ثلاث حالات كده regarding two points الاولانيين. طبعا الكرسي بروفيسور دكتور محمد الرحمن استاذنا ودكتور محمد عبد المؤمن. الكيس نمبر 1 50 years old patient presented with pain with swelling in his right side. Sudden حصل له sudden inability to bear weight. جالنا patient presented يعني الاورثوبيديك سيرجن ريفيل عمل اكس راي لقى في ليتك ليجن في البروكسيمال فيمر with pathological fracture. الـ 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 الدكتور الزميل يعني تعامل مع الكيس كانه بيشنت حصل له فراكتشر لاي سبب وقرر ان هو يعمل فيكسيشن على طول without any investigations وعمل فيكسيشن بالـ DHS او الدايناميك هيب سكرو. احنا ال left side هنا عندنا الاكس راي presented patient with a fracture with the proximal femur right side. طبعا الاكس راي showing في طبعا osteoretic lesion واخد nearly the upper half بتاع الفيمر. الزميل اللي استقبل الحاله قرر ان هو يعملها fixation directly فعملها فيكسيشن بالبليت اند سكروز اللي احنا شايفينها دي اللي هي الدايناميك هيب سكرو. طبعا احنا عندنا مشكلتين في الحاله دي. الحاجه الاولانيه ان هو يعني ما استرعناش انتباهنا ان هو في اوستيوليتيك ليجن ان ده ممكن يكون سببه ايه. تاني حاجه ان الشويس اوف امبلانت ما كانش برضو هو الادق في هذه الكسور، يعني المفروض ان هو في السبتروكانتيريك فراكتشرز بيبقى فيكسد باي نيل. طيب المريض عمل العملية وخرج جالنا presented بقى بالإكس راي دي حصل progression للتيومر وحصل soft tissue extension عنيف وطبعا loosening للفيكسيشن. فابتدينا نعمل له further investigations زي ما احنا يعني متعلمين يعني في الأورثوبيديك أونكولوجي ان احنا ما بنكتفيش بالإكس رايز بالذات لو حاجه suspicious. ابتدينا الاول عملنا له بيت سكان لقينا فيري هاي ابتيك للماس في الرايت ثاي وفضل الله ان هو ما كانش ظاهر يعني ميتاستاتيك ليجنز ثانيه. وبعدين طبعا ما كناش قادرين نعمل ام ار اي عشان البيشنت كان مركب ستانلس ستيل بليت فاكتفينا بالسي تي وعملنا سي تي جايدد بايوبسي ريفيلد بقى ان هو البيشنت عنده كوندروساركوما خلاص. فطبعا فالحمد لله ان هو زي ما قلنا ما كانش فيه متاستاسيس او بروجريشن عنيف. عرفنا الحمد لله ان احنا نعمل له ليمب سالفج عن طريق ان احنا عملنا له بروكسيمال فيمر ريسكشن فيري هيوج تومر زي ما حضرتك شايفين وشايفين الثاي بتاع المريض كان كبير ازاي. والحمد لله ده اللي عملنا له العمليه ده الصوره اللي على الشمال immediate post operative والثانيه 3 years follow up with no loosening of the implant with no recurrence والحمد لله يعني البيشنت باست يعني. طيب عندنا الحاله الثانيه 30 years old male presenting long standing history tingling numbness في الليج. طيب عنده peripheral neuropathy او يعني عنده التهاب يعني بين في المهم يعني برضو احد الزملاء شخصه ان هو radicular pain من ديسك وعمل له ام ار اي طلع فيه طبعا لمبر ديسك بس لمبر ديسك صغير خالص ما يعملش مشكله وكان محضره للايه للمبر سيرجري. المريض يعني كان سيكينج ادفايس عند حد تاني فقال له نصحه ان هو يعمل ايه نيرف كوندكشن فيلوسيتي. النيرف كوندكشن شوت بريفيرال كومبريشن بالكومن بيرونيال نيرف نوت سنترال كومبريشن والنيورولوجيكال ديفيسيت بروجريست اب تو فود كومبليت فود دروب. فطلبنا له ام ار اي اوف ذا ني. المهم ظهر عندنا ان في سيستيك
ماس طالعه من الكومن بيرونيال نيرف في عند الني، يعني المشكله مش في الايه، مش في اللامبر سباين خالص. وباي باثولوجي طلع ايه؟ جانجليون سيست، ادي السيستيك ليجن. وعملنا له الاكسبلوريشن للكومن بيرونيال نيرف وعملنا اكسيجن للجانجليون سيست، والبيشنت حصل له امبروفمنت. طبعا الفود دروب بيحصل له يعني هياخد وقت عشان يتحسن، بس الحمد لله ان هو مانجد كويس، ما عملش عمليه نوت انديكيتد. يعني الكيس الاخير عندنا 20 years old male presented with long standing posterior knee pain. البلينكس طلب له بلينكس راي وام ار اي شوز ليتنج ليجن اوف ذا بوستيرير انتركوندايلر ريجن اوف ذا تيبيا. ده مشي مظبوط، يعني مشي بالورك اب مظبوط. راح عمل بايوبسي، البايوبسي طلعت ان هو عنده ايبنج ساركوم، وابتدى يعمل ابتدى النيو ادجيفنت كيموثيرابي، بس للاسف ما حصلش امبروفمنت خالص للسيمتومز، بالعكس ممكن تكون حصل لها بروجريشن. دي الاكس راي شوينج البوستيريور كورتكس بتاع بتاع التيبيا في اكسوفاتيك ماس. الام ار اي برضه في ماس في الانتر كوندايلر ريجن اوف ذا تيبيا. ده الام ار اي اللي بدا الفيرست دايجنوز للمريض، وبناء عليه عمل البايوبسي. البايوبسي طلعت بالاميونو فينوتايبنج ان هو ايوينج ساركوم. طيب فبدا الكيموثيرابي، وللاسف بوست كيموثيرابي ما حصلش اي تحسن، ولا الاديم ما حصلش سوفت تيشو ريزورفن الاديما ولا حاجه خالص، وفضل البين موجود. طبعا كان عندنا هاي ايدكس اوف سسبشن عشان البرزنتيشن بتاع الراديولوجيكال برزنتيشن مش تيبيكال اوف ايوينج ساركوم. فرجعنا للكلاسيك، قلنا لا احنا لازم نعمل اوبن بايوبسي. طبعا دي حاله فريش لسه هندخلها عمليات بكره ان شاء الله. وطلع الاوبن بايوبسي كوندروبلاستوما از اكسبكتد. فطبعا المريض خد ديليد وكيموثيرابي ومشاكل، وفي الاخر طلع الدياجنوزز، يعني نتيجه السسبشن بتاعنا الموضوع اختلف تماما. فاحنا تو كونكلود، احنا الانيشال برزنتيشن اوف بون تيومرز كان اوكر زي ما قلنا، ممكن يكون از ريجارد ان هو يبقى ما فيش بين، او يبقى ان هو يعني يبقى الفيرست دايجنوسيس بانيوجوال اكس راي او باثولوجيكال فراكتشر. ولازم يبقى عندنا هاي اندكس اوف سسبشن از كروشال، ان ايرلي دايجنوسيس ليدز تو بيتر بيشنت اوتكم. يعني البيشنت الاخير للاسف ان هو خد السكه كلها بتاعه الكيمو فدايجنوز متاخر، بس برضه الحمد لله ان هو ما عملش سيرجيكال انترفنشن بتاع الاوسيوس الاوينج ساركوما بوايد مارجن ريسكشن. يعني تيك هوم مسج هنا عندنا مهم جدا موضوع المالتي ديسيبلينري ابروتش كولابوريشن بين اورثوبيديك اونكولوجيست والراديولوجيست والباثولوجيست، والرول اوف ذا بايوبسي ان اذر دايجنوستيك بروسيدور ان كونفيرمينج دايجنوسيس، وبالذات لو احنا شاكين، حتى لو الجايدد بايوبسي طلع غير اللي احنا شاكين فيه ممكن نرجع تاني الاوبن بايوبسي وما نستعجلش على المريض. كومن ايمجنج موداليتيز مايت بريزنت اتيبيكالي فور سيرتن تيومرز، وفي الادفانسد ايمجنج تكنيكس مي ايد ان ايدنتيفاينج انيوجوال برزنتيشن. ثانك يو. شكرا جزيلا دكتور محمد، يعني اكستريملي نايس and very important presentation. وانا يمكن كنت شخصيا اتعرضت لموقف مشابه، كان مريض سوداني وجاي، وكان ساعتها جايين بالاوتوبيسات، كان جاي بيشتكي من بلادر كانسر وجاي عشان يعمل دايجنوزيس وسيستكتومي، و فور ان اكستريملي ماينور تروما جاله فراكشر في الابر لمب في البون يعني، وكان unexplained اللي هو خبطه بسيطه، وفعلا كان طلع انه ميتاستاتيك من البلادر كانسر. فهي طبعا حاجه should be considered في حالات كتيره الحقيقه. برضو من مهم جدا اللي احنا بنتعلمه عندنا في الاورثوبيديك، اللي لازم يبقى فيه full tumor work up، مش مجرد بس اكتفي بالاكس راي
دي الغلطه اللي بيغلط بيغلطها وبتتكرر وبنشوفها كتير جدا من الزملاء، ودايما بيعتبروا العيان، احنا بنقول كده بلغه السوق، سبوبه، لانه على عيان ما يمشيش، لازم تعمل له اي حاجه، لا لازم نعمل فول ايفالويشن، فول راديولوجيكال اسيسمنت، الورك اب كامل، البيوبسي لو انا مش مقتنع بيها لازم بنعيدها، وعشان ما يبقاش في اي مستيك. لان كتير قوي من العيانين للاسف بيجوا لنا مش هنقول معكوكين، ونضطر نعملهم امبيوتيشن بالمنظر ده، وتتكرر كتير تقريبا كتير جدا يعني. فمهم قوي يبقى في المالتي ديسيبلينري ابروتش، زائد تقرا اشعاعاتك كويس. ومن النقطه برضو المهمه الكلينيكال اكزامينيشن، للاسف في كتير قوي من الناس ما بتفحصش المريض، بيفحص بيعالج اشعاعات، وده برضو غلط يعني. لازم اشوف العيان كلينيكال، واشوف يعني عيان بتاع على انه سياتيكا وراديكولار بين، ويطلع في الاخر في ماس زي ما طالعه من الباك اوف ذا ني، وهي اللي عامله اللي بنسميها السودو سياتيكا، ما تبقاش الايه الترو سياتيكا. عيان 85 سنه، عشان اتكلم على الجيرياتريك، بروستاتيك انلارجمنت، شاكين انها هايبركليزيا، لا دي مالجننت، نعمل البيت سي تي نلاقيه وايد متاسز. الازمه اللي احنا بنواجهها لما العيان الفيري فريل بيشنت لايك ذس، وانا يجي لي عنده فراكتشر ريب، والفراكتشر ريب از فيري بينفول، وبيعمل تشست هندرنس تشست موفمنت، ومحتاج نوعا ما من الفيكسيشن. واضافه الى ان احنا كانكولوجيست التولز اللي عندنا مش كتير، لان انا ما اقدرش ادي الراديشن على الرب، فانا بدي العلاج ايا كان، مش عايز ادخل حضرتك في تضييع وقت، لكن هل بقى في العيان ده الحاجات اللي زي الزوليدرونيك اسيد والدينستوماب مفيدين لمثل هذا البيشنت مع شكل ما من الفيكسيشن، ولا ايه راي حضرتك؟ لا هو احنا هنا في الريبز ما لهاش فيكسيشن، يعني ما لهاش لو هي اكستنسيف ماس وبنعمل لها ريسكشن يعني. ولكن الرول طبعا بتاع الدينسوماب يعني عندنا دلوقتي بنستخدمه، مش عايز اقول لك في وايد فرايتي غير المالينجنسي، يعني العيانين اللي عنده بون سيست في انستانس دلوقتي بيحصل اوسيفيكيشن، خصوصا اللي هي هيوج في البلفز، لو عندك يعني ريزم البون سيست ده بناين تيومر وجايه في السكرم، واخده السكرم بالكامل، عشان تعمل لها سيرجري هتسكريفاي كل السكرة الروت، فبالتالي العيان، وخصوصا دي بتيجي في الاطفال، لو انت شلت السكرة الروت معاها هيبقى انكونتيننت يورين وستول فور لايف، فبالتالي الدينسوماب من بيدي ريزلت كويس. مش باليشن، مش باليشن ده الكلام، لو لو العيان خده اب تو 3 يير له جدول معين كده نمشي عليه، بيحصل لهم اوسيفيكيشن وترجع تاني تبقى نورمال بون. بس في الحالين الفايبرس سبليزيا برضه في عينين الكانسر بريست، بس بندي الهاي دوز اللي هي ال 120 مللي اسمها اكس جيفا، فبتدي ريزلت كويسه يعني. بتبقى اولا من ثالث يوم كلام الثيوريتيكال البين ريليف، دي نمره واحد، ده اللي تهم العيان. نمره اثنين بتعمل لورنج للهايبر كالسيميا اللي هي بتبقى احيانا فيتال في بعض العيانين، زائد بيبطل الديبندنسي للناركوتكس. فالميديكال كنترول برضه له جزء غير السيرجري طبعا. بس هي يعني المشكله بقى الدينسوماب مش موجود في السوق المصري بقاله اسبوعين، ثلاث اسابيع عشان لا مش رمضان، مش موجود خالص، العيانين مش لاقين للاسف. شكرا دكتور محمد. نيكست سبيكر دكتور محمد المحمدي، اسم التروبيكال، هيكلمنا على الرول اوف ثيرد سبيس اندوسكوبي ان ذا تريتمنت اوف ايرلي جي اي تي كانسرز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني اتشرف بوجودي في المؤتمر 44 للجامعه ووسط اساتذتنا الافاضل. هنا هتكلم على الكونسبت بتاع نيو تكنيك في الاندوسكوبي، مش نيو قوي يعني، بس هو نيو في مصر، اسمه الثيرد سبيس اندوسكوبي. معلش هي الشاشه مش بتقلب، الشاشه مش بتقلب، الماوس مش شغال. معذرة.
هو الهيستوري بتاع الاندوسكوبي اولا كان ابتدي من 1800 وشويه، كان بني ادم دايما بيحاول يعرف ايه اللي جواه، فكان التشالنجز بتاعتنا كانت في الاضاءه، فدي البرايمري اندوسكوبيز كان بيعتمد فيها على اللايت اوف كاندل، وبعدها التربنتين والالكحول، وبعدها الريجيد اندوسكوبي. والدنيا تطورت الحمد لله لغايه ما وصلنا للفايبر اوبتكس، وفي الخمسينات بدا يبقى فيه الرول بتاع البيوبسي ثرو ذا سكوب. ريسنتلي يعني ده كان في التسعينات، ده اللي اساتذتنا اشتغلوا بيه مباشره، كان الفايبر اوبتيك سكوبس، يعني كان بيمسك السكوب هو في يعني في بوق العيان، يعني هو باصص من العدسه والمنظار في بوق العيان، لغايه ما في التسعينات بدا يبقى فيه الفيديو سكوبس. الحمد لله احنا وصلنا لمرحله ان بقى في ماجنيفيكيشن اندوسكوبي، بقينا بنعرف نشوف السيرفيس باترن والبيت باترن، ده بيفرق معانا جدا في الاسسمنت بتاع السوبرفيشال نيوبليزيا. بقدر احكم من الاندوسكوبي حتى without بايوبسي الديبث اوف انفيجن هيوصل لفين، هل الليجن ده انفيدنج بس في السابميوكوزا ولا ده حاجه انفيدنج ماسكولاريس بروبريا، وده طبعا بيفرق معانا في الديسيجن هل هيتعمل له مانجمنت حاجه كونزرفاتيف ولا هيبقى اكتر in collaboration مع surgical oncology. طبعا الاي اي ما سابوش حاجه غير ما دخلوا فيها حاليا، فبقى جزء من الاندوسكوبي بتاعنا في البوليب ديتكشن، واحنا شغالين في الاندوسكوبي بقى بيطلع لنا ماركرز تديتكت البوليبس اللي هي ممكن تبقى مسد مننا خاصه في الكولوريكتال كانسر. يمكن بدايه الثيرابيوتيك اندوسكوبي كانت على ايد اليابان، هو طبعا الفور ايست هم الفيري ادفانسد نتيجه الهاي بريفالنس اوف جاسترونستاينال كانسرز، فكان اول ريسكشن لبوليب كان سنه 1969، وده كان منظر اول سنير ريسكشن. بعدها بقى في الاندوسكوبيك ميكوزا ريسكشن، احنا بقينا نقدر نشيل جزء اكبر، ففي البوليبس اللي هي اكبر ما لهاش ستوك، هي حاجه فلات ليجن، فانا بقيت ممكن ان انا اعمل لها ريسكشن سواء ان بلوك او ان بيس ميل، از لونج از انها حاجه من اللي هي البيناين ليجنز. ستيل لسه احنا بنتكلم في هايبر بلاستيك بوليبس، ما دخلناش في حاجه فيها ديسبلازيا او هاي جريد ديسبلازيا او مالجنسي. يجي بقى هنا المرحله اللي بعدها اللي هو الثيرد سبيس اندوسكوبي. احنا بالنسبه لنا الفيرست سبيس بالنسبه لنا كاندوسكوبست هو اليومن، يعني انا جوه الجي اي كانسر، انا جوه الاسوفاجس الستومك الكولون، ده بالنسبه لي الفيرست سبيس. سكند سبيس اللي احنا دايما ما كناش بنحب نشوفه، اللي هو معناه ان انا عملت كومبليكيشن، انا خرجت جوه البريتونيوم او خرجت في الميدياستاينم. السكند سبيس ده هو دلوقتي اللي نقدر نقول عن طريقه بقى فيه النوتس، اللي هو الناتشرال اورفيس ترانس ليومنال اندوسكوبيك سيرجري. الثيرد سبيس اللي هو ما يسمى السابميوكوزا الاندوسكوبي، انا بدخل بالمنظار بتاعي جوه السابميوكوزا، فانا اكتشلي ببقى ماشي جوه الحيط حرفيا، مش مجازيا يعني. فاحنا بدايه من التسعينات بقى في الثيرد سبيس اندوسكوبي، اول حاجه اول تكنيك اتوصف فيه اللي هو اندوسكوبيك سابميوكوزا ديسكشن، عن طريقه ده بقى النواه لثلاث تكنيكس كبار تانيين، اللي هي البير اورال اندوسكوبيك ميوتومي البويم، دي مفيده بالنسبه لنا في حالات الموتيليتي ديس اوردرز، العينين اللي عندهم اكاليزيا، انا بعمل كاتنج للماسكولاريس بروبريا ماسل في الحالات اللي هي ما فيش ريلاكسيشن للماسل وعامله لهم ديسفيجيا وجاي لنا بويت لوس. الستير اللي هو السابميوكوزال تانل اندوسكوبيك ريسكشن، حالات الليوميوما، حالات الجيست السمول سايز اللي هي يعني بدل ما كان العين ده هيعمل بارشال اوسوفاجيكتومي مثلا او هيعمل بارشال جاستريكتومي، لا انا هعمل تانل جوه الوول زي ما هنشوف قدام فكره التكنيك، وهعمل ريسكشن للسبيسمن دي وهخرج وانا عامل يعني زي ما بيتسمى اورجان بريزرفنج بروسيدور، فالعيان ككومبليكيشنز كبوست اوبريتيف اوت كم بيبقى افضل بكتير. واخر حاجه اللي هي النوتس، يمكن دي لسه مش واخده شهره قوي حتى الان، اتعمل عليها بيبرز كتير وستاديز كتير بس لسه مش في البراكتس فيري كومن. البويم اول مره اتعملت كانت في 2008،
وعن طريقها بقينا بنعالج الاكاليزيا، وبقى في دايركت ايفولوشن من البويم دي لان انا عالج الدايفيرتيكولي زي الزنكر دايفيرتيكولم، ان انا عالج العينين اللي عندهم جاستروباريسيس بقدر اعمل كاتنج للبايلوريك ماسل فيحصل امبروفمنت للموفمنت، والسبميكوزال تانل اندوسكوبيك سكشن زي ما كنت قلت عليها. دي التفريعات اللي ظهرت على الثيرد سبيس اندوسكوبي، الجي بويم اللي هو الجاستريك بويم او الزد بويم في الزنكر دايفيرتيكولم، حتى عديد الهيرش سبرونج ديزيز اللي بيبقى عندهم فيلير اوف ريلاكسيشن للانال سفنكتر بقى ممكن يتعمل لهم بروسيدير اندوسكوبيك، والموست ادفانسد والموست ريسنت الفول سيكنس ريسكشن، فبقى عندنا عينين الماليجنانسيز بس الستيل لسه هي جاست على بدايه الماسكولاريس ميكوزا، احنا ما دخلناش ما عملناش انفيجن بره الماسكولاريس بروبريا، ما خرجناش على السيروزا، ما خرجناش على ادفنتيشيا، بقى ممكن ان انا اشيل السيكنس بتاع الول ده كله ويبقى كده العيان هيلد، وجاست بقى هيكمل مع اساتذتنا في الانكولوجي بالكومبلمنتري كيمو او راديو ثيرابي. الانستركشنز والبريباريشنز، احنا طبعا محتاجين المنظار، محتاجين نشتغل بالسي او 2 انسفليشن مش بالاير سيستم العادي بتاعنا، لان احنا بنبقى شغالين لونج بروسيدير، فالابزوربشن بتاع السي او 2 بيبقى افضل كتير، وبيبقى محتاجين الكتروسيرجيكال جنريتور، محتاجين سبيشال ديفايسز زي السنيرز زي الانجكشن نيدلز زي الهيموستاتيك فورسبس. الموضوع بقى مقرب شويه من اللابروسكوبيك سيرجري بس على المينيمال سكيل. دي اشكال النايفز اللي احنا بنستخدمها في الريسكشن، انا مش هخش في التكنيكال ديتيلز بتاعتهم، بس احنا عندنا مالتيبل تايبس اوف نايفز بيزد على الانديكيشن بتاع العيان ده هو بيعمل ريسكشن لايه بالظبط وفين بالظبط. السيفتي بروفايل بتاع كل واحده بيختلف، وبقى في فيرذر ادفانسمنت، يعني كل فتره بيطلع اديشن جديد من النيدلز بيساعدنا جدا في البروسيدور. الهيموستاتيك فورسبس دي اهم حاجه في الهيموستاسيس بتاعتنا عشان نكنترول اي بليدنج، وبنحتاج ان احنا نحقن داي يوجوالي ميثرين بلو عشان نعمل كوشن في السب ميوكوزا اقدر عن طريقها اخش جوه الول. في مالتيبل تايبس من الدايز دي، بس هو عاده الحمد لله يعني ان ارخص حاجه هي افضل حاجه، فاحنا بنستخدم سلاين عليه نقطتين ثلاثه ميثرين بلو بس. الحاجات الثانيه مور اكسبنسيف وفي منها يعني ادفرس ايفنتس، فحتى الان الدنيا مستقره على هذا الوضع. طبعا مش محتاج ان انا اقول ان احنا عندنا الماسكولاريس ميوكوزا هي بالنسبه لنا الريت ليميتنج ستيب في البروسيدجرز. انا عندي الميوكوزا از لونج از ان التيومر بتاعي كونفايند للميوكوزا انكلودنج اوكي الماسكولاريس ميوكوزا دخل في السب ميوكوزا، هنبدا بقى نقسم السب ميوكوزا بتاعتنا لثلاثه بورتس. الفيري سوبرفيشال بورت اللي هو التي 1 اي ده كان بي ريسكتد سيفلي وذ اي اس دي وات ايفر السايز بتاعه، يعني في حاجات ريبورتد اب تو ان هم طلع 20 سنتي سيركمفرنشال ليجن في الكولون وطلع سيفلي وما فيهاش مشكله. بعد القصه الثانيه، يعني ده منظر ده الفرق بين الاي اس دي والتانلينج. الاي اس دي انا بشيل الميكوزا بالسب ميكوزا وبسيب المصل دايركت، التانلينج لا انا بخش بين السب ميكوزا والمصل لاير. فانا هعمل ايه لو شفت ليجن او العيان ريفيرد ليا بليجن؟ بعد ما نعملها فيرذر يعني كومبرهنسيف اسسمنت للانفيجن بتاعها ممكن بعمل انجكشن للضاي حواليها، وايذر ان انا بشيلها بسنير فده الستاندرد اي ام ار بتاعي، او ان انا بقطع حواليها بالنيدل نايف وبعدين اشيلها بالسنير فده بقى اسمها بري كاتنج ام ار، او بدسكت من تحتها. يعني هو الناس حتى لما حاولت تترجم كلمه الاي اس دي كان في اختلاف ما بين ان هي يسموها تقشير الاورام ولا تشفيه الاورام، فهي الفكره ان انا بقطعها من تحت بفصلها من على الول بتاع الجت. فدي فكره ان انا قطعت دايرين داير وبعدين عملت ديسكشن تحتها. لو انا استخدمت سنير بقى اسمها هايبريد اي اس دي، لو انا كملت البروسيدور كلها بالنايف بتاعتي بقى اسمها الاي اس دي الستاندرد. دي حاله احنا كنا عملناها ان كونجنكشن مع نانجينج ميديكال يونيفرستي في الصين، كان في لايف ترانسميشن، انا اشتغلت الحاله دي اثناء التريننج هناك، كان عيان عنده ريكتال نيورو اندوكراين تيومر
هي سمول ليجن. احنا بعد ما عملنا سيركمفرنشال انسيجن نزلنا تحت الليجن، يعني اللي فوق قدامي دوت دي السب ميوكوزا وتحتيه المسل لاير، وببدا اعمل ديسكشن واحده واحده لغايه نفصل الليجن دي اللاست كات، وبعدين دي الرو اريا اللي بتبقى قدامي، دي رو اريا في الريكتم، وبعدين انا شايف فيسلز هنا فبعمل لها هيموستاسيس عشان ما يحصلش ديلايد بليدنج. وبعدها في تو اوبشنز، ايذر ان انا اعمل اسيب الرو اريا دي وجاست هدي ماشي العين ام بي او وفولو اب انتي بايوتكس، او ان انا اعمل كلوجر للديفكت ده. ده البرايمري كلوجر بتاع الديفكت بهيموكليبس واندو لوب، ده بلاستيك لوب داير داير، وبقفله بحاجه اسمها بير سترينج سوتشرز بحيث ان انا ما يتبقاش اي رو اريا. وده منظر الريسكتد ليجن. اهم كومبليكيشنز، اثنين كومبليكيشنز بنخاف منهم هي البرفوريشن، عندي منهم الاكيوت برفوريشن دي وانا شغال، انا از لونج از ان انا شفتها اتس اوكي اتس كنترولبل، يعني هحط كليبس بانواعها المختلفه والدنيا كان بي مانجد، او انا ديتكتد وشايف ان ده بيوند ماي كابابيلتيز فساعتها هتواصل مع زميلنا في الجراحه. او الديلي برفوريشن دي عاده بتبقى نتيجه الثيرمال انجريز، فدي انا محتاجه ابقى عارف بدري الديبث بتاع الانفيجن بتاعي شكله ايه، ودي ليها كلاسيفيكيشن الديب نيورال انجري، على اساسها بنحدد احنا هنعمل برايمري مانجمنت للقصه دي ولا ده هيمشي كونزرفاتيف. في تايبس اوف كليبس او ستنتنج او في الاخر سيرجري للمانجمنت بتاعتنا. الجزء الثاني البليدنج، انا محتاج الاول اعرف اديتكت البليدنج سورس، بروبر انسفليشن، ووتر جيت، عندي مودز في الاندوسكوب بتعمل يعني بتفصل الالوان عن بعض بحيث ان انا اعرف اديتكت البليدنج سبوت، واستخدم الهيموستاتيك كليبس او حتى نتحول الجراحه في الاخر. احنا بدانا الحمد لله التريننج مع زمايلنا في الصين من 2018، في باتشز من الجامعه سافرت كذا مره، في من اسم التروبيكال هي بدايتها كانت في رساله الدكتوراه بتاعتي، الحمد لله سافر حوالي خمس زملاء في 2019، خدنا تريننج على انيمالز، وبعدين سنه 2023 انضم لنا زمايلنا في البطنه، بقى معانا اثنين زملاء من البطنه اشتغلوا معانا. دي منظر الليجنز اللي كان ليا الشرف ان انا اشتغلتهم وانا هناك في التريننج. وكان معانا دكتور اشرف البريدي ودكتور حسام سالم مديرين وحده المناظير، والحمد لله يعني انا حابب اعلن ان احنا اول امبارح يعني سوري يوم الثلاث اللي فات دي كانت اول كيس اوف ثيرد سبيس اندوسكوبي اتعملت في جامعه عين شمس، اشتغلناها في العمليات لغايه ما ربنا ياذن بمبنى المناظير بتاعنا. وشكرا جزيلا لحضراتكم. حد يحب يسال حاجه؟ طب دكتور محمد اسالك انا سؤال. احنا عندنا في الارثوبيديك عشان البيتر كنترول للتيومر في عندنا حاجه اسمها ديفينيشن اوف سيرجيكال مارجن، تمام؟ عشان مش مجرد ان انا اعمل ديبالكينج او بسميل ولا الريكرنس ريت كتير قوي بنشوفه في العيان يعمل بارشال جاستريكتومي او زائد تيومر ريكرنت قبل ما يفك الغرز، فهل في ديفينيشن للسيفتي مارجن غير ان انا اعمل بيلينج او اشهر تيومر ان انا اخد فيو مليمتر من المصل بيبقى صحيحا سفيشن، هل في حاجه زي كده؟ القصه بتاعت الماجنيفيكيشن اندوسكوبي والبيت باترن اسسمنت دي دلوقتي بقت هايلي سنسيتيف وسبيسيفيك ان انا اديتكت الليفل اوف انفيجن، فانا عندي كرايتيريا من الاول، لو انا عندي لوس اوف بيت باترن انا مش شايف البيتس والفاسكولار باترن متغير، يبقى انا عارف ان دوت عيان عنده مسل انفيجن، فانا من الاول مش هتعامل معاه اندوسكوبيك، انما از لونج از انها سوبرفيشال ليجن، ويمكن من ضمن احنا ممكن نعمل اسسمنت باندوسكوبيك الترا ساوند، وانا موجود عندنا في عين شمس تخصصي بيبين الديبث اوف انفيجن، ساعتها انا ممكن هتعامل بالتكنيك الثيرد سبيس اندوسكوبي. المفروض ان الريسكشن مارجن بتتحدد بعدها بالباثولوجي، بعدها انا بعمل ماركينج داير ان داير قبل ما ابدا اقطع الليجن بيزد على الـ يعني رؤيتي في الـ من الـ سواء بالكرومو اندوسكوبي انا حقنت صبغه فبينت لي المارجنز فبطلع براها 5 مللي وابدا اعمل ماركينج واقطع بره الماركينجز بتاعتي، وبعدين بيجي لي الباثولوجي ريبورت المفروض يحدد لي حاجتين، يحدد لي اللاترال اكستنشن
هل المورجنز داير ان داير بتاعتي فري ولا فيها ليمفوفاسكولار انفيجن والفيرتيكال انفيجن الفيرتيكال مورجنز بتاعتي من تحت فري ولا فيها برضو ليمفوفاسكولار انفيجنز. تمام. على اساسه بنحدد النكست ستيب هل ده كان كيوراتيف ريسكشن ولا ده عيان محتاج يرجع للانكولوجي ياخد مثلا كيموثيرابي ويفولو اب تاني او هيتحول دايركت للجراحه لو في يعني هم الاول ما كناش هنعمله يعني لو في مثلا ليمفادينوباثي او كده احنا بنتكلم في السوبرفيشال تيومرز اللي هي جاست تي 1 يعني. تمام شكرا جزيلا. دكتور صرفي our next speaker is Professor Dr. محمد الصرفي. General surgery presentation, a recent trend in detection and management of gastric cancer. الموس وحش قوي طب بعدين اقلب ازاي انا ممكن اوصل اللابتوب بتاعي من صعب جدا ايوه هو في سكرين هنا بس هي بايظه خالص ما فيش سكرين اصلا ايوه ما انا هظبطها لو حضرتك عايز تفوكس هنا انا هاخد
بسم الله الرحمن الرحيم. It's my pleasure to attend this conference. I want to thank the organizing committee and chairperson, dear colleague and professors. Today we'll discuss a recent update in detection and management of gastric cancer. First of all, we have to know that the gastric cancer is the fourth leading cause of cancer death, with a five-year survival rate around 20%. Risk factor for cancer stomach is Helicobacter pylori, which can cause the chronic atrophic gastritis, intestinal metaplasia, dysplasia, then adenocarcinoma. Risk factor for stomach cancer, atrophic gastritis, Epstein-Barr, pernicious anemia, obesity, and gastroesophageal reflux. Diet low in fruit and vegetables and high in preserved foods may increase the risk of stomach cancer. Tobacco use, environmental and occupational exposure, rubber and coal industry, and patient exposed to a very high level of radiation. Feel like between the screen will end. وصل لي اللابتوب بتاعي للبروجيكتور ازاي انت مش هتعرف انا بقول ايه اصلا انا بقلب من عندي انا ما اعرفش ما هو علشان مش هينفع والله مش هينفع انت مش هتشوفيني ازاي وانا بقلب انا بقلب كده بقلب كده Symptoms, clinical presentation of gastric cancer may be early stage indigestion, stomach discomfort, bloating feeling and after eating, mild nausea, loss of weight or heartburn. Screening for gastric cancer may be with H. pylori serology, serum pepsinogen testing, upper GIT series or endoscopy. Screening for gastric cancer mainly by endoscopic examination and serum prostaglandin testing. Decrease with prostaglandin 1/2 ratio is closely correlated with progression of gastric atrophy, and in turn this will increase the possibility of intestinal type adenocarcinoma. عايز ارجع كمان ارجع كمان 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 بس لا اللي بعديها ايوه اللي بعديها اوكي diagnosis of gastric cancer start with endoscopy and biopsy. Barium swallow, CT scan, and biomarker testing. Biomarker testing, it is a way to look for genes and proteins and other substances which can provide information about the cancer, like carcinoembryonic antigen, CA19-9, CA72-4, and alpha-fetoprotein, and CA12-5. Gastric tumor markers include the HER2 proto-oncogen, which is important for later on target therapy, programmed cell death 1 and 2, which is important for down-regulation of cytotoxic T-cell activity and also induce immune tolerance to tumor. Tests to stage stomach cancer include endoscopic ultrasound, which can classify or stage the tumor according to the depths of tumor invasion to T1 and T2 to T3 and T4. And also it can detect nodal metastasis nearby the tumor. Endoscopic ultrasound also define the nodal status or nodal classification
of the tumor and which lymph node in the perigastric area which can be involved. PET scan define the activity of the tumor and the presence of distant metastasis. This is a picture on the right side showing a tumor in the gastric wall marked by T and the regional lymph node. And this is another PET scan showing avid tumor in the gastric wall and multiple liver metastases. MRI staging laparoscopy, which is very important, and it is indicated in according to the National Comprehensive Cancer Network to resectable T3 and or in the positive gastric cancer or resectable T1B or higher gastric cancer. The steps of laparoscopic staging laparoscopy in gastric cancer, we have to examine. First step is exploration of anterior abdominal wall, surface of the visceral peritoneum, starting from the diaphragm and the ligamentum teres and falciform ligament. Exploration of the surface of the abdominal viscera, starting with the anterosuperior surface of the liver, right and left, and the surface of the colon, greater omentum, and the small intestine. And lastly, the pelvis and the pelvic peritoneum. Why staging laparoscopy? Because staging laparoscopy define the lesion by and classify into P0, P1, P2, P3. P0, no disseminating metastasis to gastric serosa or greater or lesser omentum. P1, disseminating metastasis to adjacent peritoneum above the transverse colon and including the greater omentum. P2, if you to several scattered metastases to distant peritoneum, and P3, numerous metastases to distal peritoneum. In conjunction with the staging laparoscopy, we do peritoneal cytology. 300 milliliter of normal saline is injected, and the fluid is taken and centrifuged and examined for the presence of malignant cells. Peritoneal cytology, why it is important? Because positive peritoneal cytology is classified as metastatic disease in the 7th and 8th edition of AGCC Cancer Staging Manual. Patient with positive lavage cytology are uncertain candidate for curative intended resection. And also patient with peritoneal disease or positive peritoneal cytology has a poor 5-year overall survival. This is a picture of diagnostic laparoscopy and showing in the left side a peritoneal carcinomatosis of the greater omentum. In the right side there is a peritoneal deposits in the peritoneum and the sigmoid colon. This is the AGCC TNM staging system, which is a staging system for the stage of the tumor, tumor, primary tumor, and according to the depth of invasion, N category lymph node, and M is metastasis. And accordingly, TMN classification, if T0, no evidence primary, TIS, carcinoma in situ, T1, mucosa and the lamina propria, T1A, T1B, tumor invaded submucosa, and T2, in muscularis propria, and T3, penetrated subserosal connective tissue, and T4, tumor invaded serosa. And according to the lymph node, according to the number of lymph node affected, N1, 1 to 2, N2, 3 to 6, and N3, 7 or more regional lymph node. And this will define our plan of management and the degree of resection of the primary tumor and the regional lymph node. Treatment of localized gastric cancer is divided into two stages. Stage 1A, endoscopic or surgical resection, and stage 1B up to stage 3, multimodality treatment. We give preoperative chemoradiotherapy and radical gastrectomy with D2 lymphadenectomy, and then followed by postoperative chemotherapy.
If the patient is come in an emergency surgery or no preoperative chemotherapy can be taken, we go on to radical gastrectomy with D2 lymphadenectomy followed by postoperative adjuvant chemotherapy. Endoscopic treatment of gastric cancer, organ preserving, much less invasive and technically demanding. The patient selection is the key to avoid undertreatment. It is divided into endoscopic mucosal resection and for T1A mucosal tumor and less than 1 centimeter and or the tumor more than 1 centimeter but still endoscopic submucosal dissection. This is an in-block resection and there is less risk of local recurrence and require expertise. Indication that endoscopic resection for gastric tumor according to the absolute indication, the expanded criteria, the absolute differentiated tumor more or less than or equal to 2 centimeter, ulcer finding negative and T1A, the expanded criteria differentiated more than 2 centimeter negative ulcers and T1A, differentiated less than or equal to 3 centimeter positive ulcer T1A and undifferentiated less than or equal to 2 centimeter negative ulcer and T1A, oral T1A. Endoscopic resection or versus gastrectomy, no difference in overall survival in early stage, shorter hospital stay and reduced perioperative morbidity with endoscopic resection. صح كده؟ بتجري بسرعة. أنا ممكن as simple as إن إحنا ممكن نوصل اللابتوب بتاعي في البروجيكتور خلاص. مشكلة كبيرة. نجيب البالي Surgery for local regional cancer, standard gastrectomy, total gastrectomy or subtotal gastrectomy with D2 lymphadenectomy or non-standard gastrectomy which needs a multiple, which necessitate multi-organ resection if the tumor is invading the spleen, we remove the spleen or tail of the pancreas, we do distal pancreatectomy with gastrectomy or extended lymphadenectomy.
The type of gastrectomy depend on the size of primary tumor with the resection margin aimed at 5 cm at least minimum from the palpable edge of the tumor. Distal gastrectomy, we do it in distal throat cancer, tumor of the gastric antrum, and it will require removal of about subtotal removal of the stomach. 80% of the stomach is removed, including division of the left gastric artery and vein. A total gastrectomy in large tumors at the body or cardia or whole stomach. And proximal gastrectomy is an alternative to total gastrectomy in distal tumors. Minimal invasive gastrectomy, laparoscopic surgery had the potential benefit of decreased post-operative morbidity and reduced recovery time with a lymph node yield comparable with open surgery. Trial from East Asia in early and advanced T2 to T4A gastric cancer have shown that laparoscopic distal gastrectomy is non-inferior with regard to oncological outcome with improved short-term outcome. The effect of laparoscopic distal gastrectomy versus open distal gastrectomy on long-term survival among patients with stage 1 gastric cancer. This is a randomized clinical trial which showed that laparoscopic gastrectomy has become the standard options for stage 1 gastric cancer. As regard the relapse-free survival, no difference in the relapse-free survival between laparoscopic gastrectomy and open gastrectomy. And also, laparoscopic distal D2 gastrectomy can be the standard treatment for gastric cancer. We continue with the minimal invasive gastrectomy with the laparoscope. Now it become with the robot. And a robot-assisted gastrectomy had shown similar oncological outcome in terms of survival and lymph node yield compared with conventional laparoscopic gastrectomy. Why should we do a D2 lymphadenectomy in gastric cancer to improve survival and disease-specific and overall, whether the survival disease specific or overall survival. Role of splenectomy in gastrectomy, a randomized controlled trial to evaluate splenectomy in total gastrectomy for proximal gastric cancer. Splenectomy is unnecessary except for tumors of the greater curvature. As regard another category of gastric cancer with specific entity, which is the gastroesophageal junction cancer, according to CWORD classification, we classified into CWORD 1 and 2 and 3. One, it is a tumor from 1 centimeter from the cardia up to 5 centimeter in the esophagus, in the distal esophagus. CWORD 2 is 1 centimeter above the cardia and 2 centimeter below the cardia, and CWORD 3 from 2 centimeter below the cardia to 5 centimeter in the proximal stomach. Surgery treatment of gastroesophageal junction cancer, CWORD type 1, we treat it as esophageal cancer. We do esophagectomy with mediastinal lymph node dissection. CWORD 3, we treat it as a gastric cancer with total gastrectomy and celiac lymph node dissection. And type 2, it is controversial whether to do extended gastrectomy or esophagectomy. Depending upon extent of the esophageal involvement, less than 2 centimeters, we do a gastrectomy. More than 2 centimeters, esophagectomy. Mediastinal lymph node involvement on imaging and patient fitness. The take-home message: surgical resection remains the backbone for treatment of localized gastric cancer. Endoscopic resection is effective for stage 1, especially T1A. Gastric cancer, laparoscopic and robotic gastrectomy has become the standard surgical option for both early and locally advanced gastric cancer. Multimodality treatment is now the standard of care, safe surgery without complication. It's our goal to allow the patient to receive adjuvant systemic therapy. This is some videos of in our unit in the upper gastrointestinal surgery unit.
Now the gastrectomy laparoscopic is the standard of care in the patient with gastric cancer with good outcome. Here in the right side, here we are making a excision of the lymph node in the stage 8A and B, which is the lymph node around the common hepatic artery. This is a case of a lower C-word 1 gastroesophageal junction tumor. We treated by subtotal gastrectomy and lower esophagectomy. Here we are dissecting the esophagus and the lymph node in the by thoracoscopy. We are removing the esophagus with the surrounding peri-esophageal lymph node. This is from the heart down here. Above here, this is the arch of the azygos. Here, the deflated right lung. And we are dissecting the esophagus with the paraesophageal lymph node. Thank you. شكرا دكتور صرفي على المحاضرة اللذيذة والممتعة. سريعة. أنا بس عايز أسألك بالنسبة للبريتونيال لافاج أو البريتونيال سايتولوجي. السنسيتيفيتي بتاعته كم في المية؟ في الديتكشن اوف سكندرز في السيتولوجي ولا لاباروسكوبي لابروسكوبيك سيتولوجي لابروسكوبي ديبند طبعا يعني ات از فيري هاي يعني اكسيدنج 80% بيكوز وي سيستماتيكلي اكزامين اول ذا بروتونيال سيرفيس فيسرال سيرفيس اند ذا اورجانز اند اني سسبيشس باثولوجي وي تيك هو ابيرنتلي ما فيش باثولوجي باين للعين يعني فبتعمل سيتولوجي علشان تشوف فور سيتولوجي كومبلمنتري للابروسكوبي وي دو سيتولوجي اباوت 35% السنسيتيفيتي بتاعته سنسيتيفيتي كم 35 تمام شكرا اني اذر كويستشن شكرا دكتور صرفي على المحاضره الجميله US in what? في الـ early gastric cancer أو الـ even advanced كنا عايزين يعني يبقى في رول للـ US في الـ assessment بتاع الـ staging بتاع الـ gastric cancer. It's very important. We become standard in the US for T staging عشان to define هل patient ده is ممكن يتعمل له endoscopic resection or it is beyond indications of endoscopic resection and will do immediately for surgery. And it also in endoscopic ultrasound can detect the lymph node around the tumor, and maybe it can guide a biopsy from the lymph node. And this is important for decision making whether the patient needs first neoadjuvant chemotherapy, then surgery, and from the start whether the patient is candidate for endoscopic resection or will proceed directly to surgery. Our next speaker is Professor Dr. Khaled Abdelkrim, Clinical Oncology Department, long story of care and success. I know we are so late. Thank you so much for those who had the patience to be here that early morning مع تقديم الساعة مع إنهم جمعة في week, long weekend. I'll try to do it as fast as I can because this is not a scientific presentation. I'm here to propagate what we have done in 50 years. I was honored
to be part of Ain Shams University Conference, then our Department of Clinical Oncology Conference in the past few years. So this was my dedication to the establishments of the Clinical Oncology Department. And I had the Golden Jubilee, and our dean was very impressed that one of the newest departments in the college had this Golden Jubilee. Ain Shams University came for a reason. We are here to serve. قسم علاج الأورام في عين شمس نشأ من 50 سنة لأنه في دائرة كبيرة جدا في وسط القاهرة devoid of oncology facilities. معهد الأورام جامعة القاهرة على كورنيش النيل، الناحية الثانية مدينة السلام والمركز الطبي العالمي، المراكز الموجودة في القاهرة الجديدة، كل المربع ده ما كانش فيه service of oncology dating since the early 70s. So we established as a radiotherapy unit in radiology department in the early 70s, then became a radiotherapy and nuclear medicine department in 82, started at 1990 to operate two state-of-art linear accelerators, and Ain Shams was very proud. إحنا أول ناس كان عندهم linear accelerator في مصر قبل ما حد الأورام وقبل القاهرة. Opened the inpatient new building في سنة 93 as soft opening, وsoft opening استغرق مننا سنوات طويلة لحد ما بقى real life treatment with 40 beds in 20 rooms and two isolation rooms. Our staff member, 51 staff members, lecturer to professor, 13 emeritus members, 50 assisting staff, and 26 in absence leave, 100 nurses assistants, and medical secretary. ما تتوقعوش اني هتكلم على الاورام وانا بتوقع احنا عايزين ايه من بعض. انا اقدر اخدم اقسام الكليه تعقيبا على اللي حضراتكم كلكم قلتوه. عندنا ايه في عين شمس نقدمه لبقيه الاقسام وللمجتمع اللي احنا فيه. Our units احنا كنا لنا الفخر اننا اول قسم في مصر يعمل وحدات متخصصه قبل ما حد الاورام وقبل القصر العين. فمن 15 سنه بقى عندنا بريست يونت، ليمفوما سي ان اس اند بيدياتريك، head and neck unit, GIT and GU, chest and soft tissue, radiotherapy and brachytherapy units, chemotherapy unit. ده خلى عندنا قدرة نجمع الحالات، نعمل epidemiology، نطلع studies، لأن دي مش بس clinical and research unit in our department. What is our facility؟ احنا بنقدر نماركت ايه لل our community. Two linear accelerators and CT simulator, brachytherapy unit with all of its facility including operative room, physics and planning unit, 30 recliner chairs for chemotherapy day care, two isolation rooms العيانين اللي بياخدوا اليود المشع على سبيل المثال, 20 inpatient rooms with 52 beds, six multi-purpose and MDT clinics, two meeting and lecture rooms, and a clinical pharmacy. By the end of 2023, more than 250 newly registered cases per 23 only. Inpatient admission 1123 حالة. 30,000 chemotherapy service ما بين chemotherapy ما بين immunotherapy ما بين hormonal treatment subcutaneous injection of targeted therapy etc. 20,000 radiotherapy treatments وال 20,000 دول عملناهم بلينير واحد للأسف لأنه احنا اللينير الثاني دلوقتي under assembly the new one. Research activity احنا عندنا ريسيرش يونت وكانت من اوائل الريسيرش يونتس اللي في عين شمس ووصلتنا الانترناشونال ستاديز بقينا بندخل في الفيز 2 لان مش مسموح في مصر بالقانون ان احنا نبقى جزء من الفيز 1 فاحنا في فيز 2 وفيز 3 ترايلز مع انترناشونال سنترز ومع فارماسيوتيكلز بروتوكول اند ايثيكال كوميتيز بيتناقش فيها الرسائل وبيتناقش فيها الاستاديز قبل ما تبتدي ابيديميولوجيكالي ديتا وكان في قرار من مجلس اسم قبل ما نتحول للفايلنج الالكتروني ان عشان نقدر نريتريف كل ملفاتنا القديمه بقى كل واحد بيسجل رساله ماجستير يجمع بيها الديزيز ده ويحوله الالكترونيك فيرجن لدرجه ان احنا بقى لنا ثلاث سنين كل ملفاتنا والخمس سنوات سابقه بقت الحمد لله الكترونيك وده بيسهل الريسيرش الى حد كبير.
والpublication والrewards الاسم على طول، لأن من الأقسام الأورام إحنا عندنا الدنيا سريعة شوية، فإحنا الpublication جزء كبير من عندنا وكتير من شبابنا حاصل على جائزة النشر العلمي لجامعة عين شمس. Reviewing and international journals الأعضاء كتيرة من مجلس الاسم، actively sharing in international events. What is our community service? Again, we are here to serve. Public awareness، حملات التوعية داخل وخارج القاهرة. Early detection، لأن إحنا غصب عننا جزء من الـ early detection، سواء في الحملات القومية، الحملات الرئاسية، ولأعضاء هيئة التدريس وللعاملين بالجامعة وجامعتنا heavily populated، مش كلية طب عين شمس، الجامعة كلها. MDT concept local and international، وعملنا اتفاقيات مع pharmaceutical إن إحنا دلوقتي بقينا مش بس الـ MDT جوه الاسم ومع الأقسام المناظرة زي العظام والجراحة والCNL neurosurgery، بقينا كمان ممكن نفتح line في وقت واحد مع international bodies زي MD Anderson وجوستاف روسي etc. أيادي الشفاء it's our NGO اللي بتصرف على activities كتير بنعملها، بنعمل field trips within الحملات اللي بتعملها كلية الطب إلى المناطق النائية، sharing in national campaigns وinternational collaboration بالذات مع أفريقيا والعالم العربي. دي جزء من الأنشطة اللي احنا بنعملها للتوعية، للعلاقات مع الانترناشنال باديز، لجمعية أيدي الشفا بتاعتنا، لتوعية الشباب الصغير اللي بنستقبلهم يعرفوا يعني ايه أورام وازاي يتعاملوا مع مريض أورام وما يخافوش من الأورام، وازاي يدوروا على الساينز اند سيمتومز ويشوفوا ان التريتمنت حاجة بتحصل كل يوم. لسه كانت دكتورة إلهام هانم بتتكلم على الهوسبس، لازال ما عندناش احنا هوسبس في عين شمس، بس احنا عملنا اتفاقية لحد ما ربنا يا رب يقدرنا ويبقى الهوسبس عندنا جوه الكلية مع هوسبس مصر. شغلنا أقسام كتيرة للأورام في جهات مختلفة للدولة. التريننج اند ايديوكيشن من أول النظام الكلية العادي بتاعنا، الريزيدنسي بروجرام ماسترز ذن ام دي، الأرب ديليجيتس اللي عندنا على طول كنايب زاير، ايجيبشن بورد، الحمد لله يعني نجحنا ان احنا نبقى جزء من الايجيبشن بورد او ما كان يسمى سابقا بالزماله المصريه، وبنلتحق دلوقتي بالارب بورد اون ذا واي، وبنعمل كونفرنسز اند وركشوبس بانتظام علشان احنا من التخصصات سريعه التبديل والتغيير. كان لينا الشرف ان احنا نعمل مؤتمر يستمر 10 سنين، اخر فيرجن ليه كان من 5 شهور، مؤتمر بيجيب انترناشنال فيجرز، بنعمل منه بابليكيشن بيطلع كل سنه بابستراكت، بتساعد الشباب الاطباء عندنا في الاسم ان هم ينشروا انترناشنال ويحتكوا من المؤتمرات دي. في ناس كتيره سافرت ونجحنا نجيب وركشوبس من الاسترو والاسترو، هي جهات دوليه تبقى في مصر وبتكلفه مقبوله يتحملها الاسم في الواقع، علشان بدل ما ندور لشبابنا على سفريات عشان يسافروا اسبوعين يشوفوا جهاز بيشتغل، عملناها عندنا في مؤتمر الاسم. واخيرا اسمحوا لي علشان اخلي الموضوع اقل كثافه من السلايدز اللي قلتها بسرعه دي عشان الوقت، اوريكم الفيديو اللي انا عملته ومعايا بنتي من 5 شهور لمؤتمر الاسم، تاريخ اسم عين شمس in a very very fast video. بعد اذن حضراتكم مشكورين، ماذا فعلنا في عين شمس؟ تقتلوا الفرحة ليه طيب؟ تفضل. يتذكر البهوات معايا من أيام ما كنا اسم الذرة الدور الخامس في البطنة، إلى وحدة علاج الأورام اللي في ظهر مستشفى الأطفال بجهاز كوبلت مستعمل، إلى أنا جيت في المرحلة دي من 30 سنة اسم الأورام في عين شمس. ماجستراتنا ودكتوراتنا وتركيب الأجهزة وتغيير الكوبلت، رسائل وامتحانات. Thank you.
شمس التخصصي، وما أدراكم لكل اللي خد نيابة عين شمس التخصصي عملت فينا إيه كلنا. دكتور خالد يعني احنا شاكرين بجد يعني حضرتك very nice presentation. واعتذر جدا عن عطل فعلا زي ما انت قلت. شكرا جزيلا. Thank you. Very short time. وعشان ما نعطلش السيشن اللي بعدينا، بس اخر سيشن متسجله عندنا دكتور محمد حمدي. دكتور محمد حمدي بروفيسور اوف يورولوجي ان شمس يونيفرسيتي، and now he is a professor of urology in Cincinnati University in Ohio. هيدينا ريزومي سريع ان شاء الله. هي محاضره متسجله لان الوقت عندهم دلوقتي الساعه 3:30 الفجر. هيكلمنا على الـ Organ Preservation Strategy in Muscle Invasive Bladder Cancer. صباح الخير جميعا. أنا اسمي الدكتور محمد حمدي إبراهيم كامل. أنا أستاذ جراحة النساء البولية في جامعة سنسناتي في أوهايو. أنا عين شمس يونيفرسيتي ألمناي، وطبعا ده شرف ليا إن أنا أدي محاضرة النهاردة في مؤتمر كلية الطب جامعة شمس. النهاردة هنتكلم على هو الـ Organ Preservation Strategies of Muscle Invasive Bladder Cancer. وزي ما احنا عارفين المرض هو منتشر عندنا في مصر بسبب الشيستوزومايزز وبسبب برضو التدخين. الستاندرد اوف كير في المرض هو ان احنا بنشيل بلادر والبروستات والليمف نودز and then we divert the urine وبندي العيان يا اما ايليال كونفورت، يعني اللي بنسميه بندي العيان باج، يعني عنده فتحه اصطناعيه، او بنعمل له عمليه تحليق للمثانه. بس اكتر احوال الاعيان بياخد فتحه اصطناعيه، فده بيأثر طبعا على quality of life، غير ان العمليه كمان is high more. فمن هنا ظهر اللي هو strategies او new way of thinking ازاي ان احنا نعالج الكانسر ده هو في نفس الوقت to preserve the urinary bladder. We have no disclosures and the objective of our lecture today is to identify the current bladder preservation techniques and to learn how to integrate them in our practice and as well to study their outcomes. طب ليه bladder preservation techniques؟ لان احنا عندنا العيانين دول بيبقوا كتير منهم جدا كبار السن ineligible for anesthesia or surgery، وزي ما قلنا ان هو patients don't want radical cystectomy عشان quality of life issues. تلا patient gonna remove your bladder، شيلك البروستاتا، عامل لك فتحه اصطناعيه، فالعيان بيخافوا ما يرضاش يشيل المثانه فالمرض بينتشر. فاحنا دلوقتي بنفكر ازاي احافظ على نعالج المرض وفي نفس الوقت نحافظ على مكانه العيان. Why the hype؟ عندنا technological advancements in cancer staging. عندنا دلوقتي نعرف precisely scan of the tumor ده stage 1 ولا 2 or even the imaging. Advancements في transurethral section bladder tumor techniques. في advancements عندنا في chemotherapy or radiation therapy allowed us in احنا to better control the cancer in the meantime preserve the organ. في عندنا two main strategies to preserve the blood. Either ان احنا نعمل حاجه اسمها trimodal therapy، يعني نعمل نستأصل المثانه، نستأصل الورم بالمنظار، وبعد كده ندي العيان concurrent chemotherapy and radiation therapy together. وفي طريقه ثانيه ان احنا ندي العيان chemotherapy وبعد كده نعمل له عمليه نشيل له جزء من المثانه، فنسيب معظم المثانه behind وكمان ما نشيلش البروستات بتاعت العيان. consequently العيان يبقى عنده bladder، اي نعم هي is a little bit lower smaller volume but it's better than nothing. In the meantime we don't remove the patient's prostate. ال ideal candidate عندنا بنحب نقول هم في cancer risk factors و patient risk factors. طبعا obviously عايزين low volume disease، مش عايزين tumor واخد كل البلادر، ما يكونش في lymph node involvement، وتحاول تعمل نحاول نعمل استئصال المثانة، استئصال الورم بالمنظار as much as we can in the bulk. ويفضل العيان يكونش عنده كمان hydronephrosis with good kidney function، لان احنا قلنا ان العيان ده ياخد chemotherapy، فنحب طبعا ان العيان kidney functions بتاعته تبقى كويسه. برضه العيانين هما اللي respond better to these types of treatment are those patients have favorable bladder baseline bladder function. Otherwise, you know, if the bladder or العيان عنده severe lower impact symptoms, then there is no point preserving his bladder.
Number two, يكون عنده favorable performance status and he's willing for regular surveillance. في ممكن to try, احنا قلنا try modal therapy, قلنا ان احنا chemotherapy to be followed by partial cystectomy. في ناس حاولت ان احنا نعمل one modality treatment, but usually the outcome is dismal. I mean in terms of ان احنا نعمل استئصال للورم بالمنظار فقط من غير ما ندي chemo radiation او ان احنا ندي radiation بس او chemotherapy بس. وغالبا ال 5 year survival, 5 years cancer split survival in those patients usually is not more than 20-25%. So we don't recommend it unless really, really the patient is sick and unable to tolerate treatment. On the maximum TURBT, which means you resect as much as you can from the tumor safely. Usually it works like that. We do a TURBT, we do resection of the tumor. بعدين العين في الأربع أسابيع نرجع مرة تانية نبص في المكانة بالمنظار ونحاول نشيل أكتر أو نتأكد إن شلنا كل الورم. الأوتكم بتاعه زي ما قلنا إن هو في ستادي كبيرة طلعت من MD Anderson Cancer Center في هيوستن تكساس تقريبا only 11% من العينين بتوعهم ممكن يتعالجوا بماكسيمم تي ار بي, close to 90% not eligible for this single treatment modality and we don't promote it. ممكن زي ما قلنا نعمل radiation بس ده تبقى basically from palliative standpoint, لان احنا قلنا ان هو ما in 5 year survival really low 20%. But unless your patient is really old, unfit for surgery and just want to palliate the cancer, you give them radiation monotherapy. Similarly for chemotherapy, although ان في دلوقتي حاجة اسمها DNA damage response gene mutation بنعملها testing في bladder cancer specimens اللي بنموجه, ولو لقينا ان DDR overexpressed ده ممكن من ال small subset of patients ممكن يكونوا in very good response to cisplatin based chemotherapy monotherapy. هنتكلم على multimodality therapies. Multimodality therapies زي ما قلنا ان احنا بندي نعمل maximum resection للورم من المثانة بالمنظار وندي العين chemoradiation therapy أو ندي العين chemotherapy to be followed by partial cystectomy. وفي حاجة جديدة ظهرت دلوقتي نعمل حاجة اسمها tetra modality therapy, نحن نشيل الورم بالمنظار ندي العين chemoradiation بعد كده نعمل عملية نعمل استئصال جزئي للمثانة. وده mainly coming من institutions in Southeast Asia, Japan and Korea. هنتكلم على حاجة اسمها bimodality therapy. إن أنا أعمل العيان maximum resection وبعد ما أعمل maximum resection ما اكتفيش بكده وأدي العيان chemotherapy بس وما أديلوش radiation. Has been tried بنعمل TURBT maybe 2-6 cycles of cisplatin methotrexate. They're reporting favorable outcome in this treatment without giving the radiation, but again, you could be very, very good patient selection. Still, the standard, لو احنا هنعمل bladder preservation, ان احنا عمل maximum TURBT, ونديش chemotherapy, الواحد ندي chemotherapy ومعاه radiation therapy. Concurrent, لازم اثنين مع بعض. Trimodality therapy, basically, بعد ما نعمل TURBT, بندي العيان نص الدوز بتاعت الراديشن ومعها كيموثيرابي, وبعد ما نخلص نص الدوز بتاعت الراديشن ده هي بنعمل منظار للعيان وناخد عينات من المثانة. والله لقينا ان مفيش ورم متبقي بنكمل النص التاني بتاع الراديشن وخلاص. لو حصل ان احنا دخلنا في نص الكورس بتاع الراديشن وعملنا المنظار ولقينا العينات بوزيتيف ناخد ده كإنديكيتر إن العين ده is not eligible for this treatment, وبنوفر العيان تبقى العمليات كبيرة radical cystic prostatectomy bilateral pelvic node dissection and urine bladder. وده اللي هو البروتوكول اللي هو popularized mass general hospital في بوسطن, وده أكتر تكنيك في اللي هو trimodal therapy نستعمل. إحنا نعمل maximum TURBT, نبدأ العيان half the dose of radiation, نعمل منظار نتأكد إن هو استجاب نكمل النص التاني من radiation, ما استجابش بنوفر العيان radical cystectomy.
approaches زي ندي كيموثيرابي زي ما قلنا كيموثيرابي بتبقى concurrent مع radiation ان احنا بندي weekly gemcitabine concurrent with radiation therapy وبنعمل hypofractionation يعني بياخد 52 gray in 20 fractions عشان نقلل التوكسيستي بتاعت الراديشن. ايه بقى البريدكتورز فور ترايمودال ثيرابي ريسبونس؟ ازاي هتبريدكت العيان ده ويل ريسبوند تو دي تي ان بي؟ اول حاجه خالص العيان كان فيت بيشنت فيفربل ان هو يكون عنده جود بيرفورمانس ستاتس لان هو العيان هياخد كيموثيرابي وانت عايز تدي العيان كيموثيرابي فلو عنده جود بيرفورمانس ستاتس مش هياخد كيموثيرابي كويس او يبقى انتربتد كورس وفي الحاله ده هيبقى ريدو سنسيتايزيشن مش كويس. اثنين ان احنا نعمل ماكسيمم ريسكشن ده بلادر تيومر بالمنظار. الحاجه الثانيه ان انا لما اخش في نص اللي هو لما هنعمل ندي العين نص راديشن نص دوز بتاع الراديشن نعمل المنظار وناخد البايوبسيز نلاقيهم نيجاتيف فنكمل الكورس. دول احسن عيانين بيستجيبوا للعلاج ده هو. وطبعا ليتر فيرسس ايرلي تريتمنت لان زي ما قلنا طبعا من زمان الكيموثيرابي ادفانسمنتس والراديشن تكنيكس طبعا كانت اقل من دلوقتي فالعيانين اللي بيتعالجوا دلوقتي الاوتكم بتاعهم احسن من العيانين البلادر كانسر اللي هم كانوا بيتعالجوا من زمن فات. الاوتكم اوف ترايمودال ثيرابي systematic review بتقول ان هو ال cancer specific survival can range between 50-82% 5 year and the 5 year overall survival is 26-74%. في نقطة نحب نوضحها ان دايما واحنا بنريبورت على ال survival عيانين بلادر كانسر بنريبورت على overall survival و cancer specific survival. عادة بالذات عيانين بلادر كانسر ال overall survival بيبقى اقل من ال cancer specific survival لان العيانين دول بيبقوا كبار في السن فكتير منهم بيموتوا من حاجات تانية خالص زي كارديك ايشوز ستروك فلكسز يو نيم ات اوكي. بينما الكانسر سبيسيفيك سرفايفل عاده بيبقى اعلى من الاوفر اول سرفايفل. عاده مع التي ام بي ثيرابي السالفج راديكال سيستكتومي ريت از 25-30%. وضع مين بقى سالفج راديكال سيستكتومي؟ يعني العيان استجاب في الاول وبعد سنتين ثلاثه حصل له ريكورنس مره ثانيه. تقريبا 25-30% من العيانين هيحتاجوا سيستكتومي وده لازم يبقى في الكونسل بتاع العيان فاهم العيان ان هو 3 من كل 10 عيانين بنعمل لهم طريقه العلاج ده في ظرف 5 سنين 3 من 10 دول هيحتاجوا ستيل تو اندر جو تو جو ثرو اللي هي العمليه الكبيره. Oncological outcomes احنا قلنا systematic analysis دي pooled analysis pretty much the same in 5 year overall survival is about 57% or 5 year cancer specific survival is about 71%. هنتكلم بقى على عملية partial cystectomy. ايه الادفانتج partial cystectomy او خلاص نوع assess completeness of margin لان انا I cut the part of the bladder that has the cancer وباخد سيفتي مارجن انا بتاكد ان اتاك اول تيومر نمبر 2 باخد سيفتي مارجن. بينما في استئصال الورم بالمنظار انت بتعتمد على نظرتك للانسايد اوف البلادر ذات يو كومبليتلي ريسكتد غير طبعا وانت بتعمل بارشال سيستكتومي يو هولد ذا كانسر يو كات ات يو ميك شور ذات يو كات ات ان اتس انتيريتي اند يو تيك ا سيفتي مارجن اس ويل. الحاجة الثانية ان احنا ممكن نعمل pelvic lymph node dissection at the same time partial cystectomy. ايه الفاكتورز associated with poor oncological outcome؟ ايه الحاجات اللي احنا لو لقيناها نقول عادة partial cystectomy دي مش هتنفع او يستحسن نستعملهاش مع العيان هو. Obviously لو عملت CT scan للعيان قبل العملية او MRI وطلع عنده positive lymph node ده معناه ان it's an advanced cancer يستحسن ما عملوش partial cystectomy تعمله radical cystectomy. الحاجة الثانية العيان اللي انا عملت له partial cystectomy and sometimes at the time of TURBT اللي هو استئصال الورم بالمنظار يبقى pathology report يرجع يقول في lymphovascular invasion يعني blood vessels between the tumor and the lymph nodes already involved by cancer cells فده is a bad sign as well ان العيان ده محتاج more radical treatment not partial treatment. الحاجه الثالثه urethral implantation عاده لما بنقص حتى او بنقطع حتى من المكانة بنحب انها تكون بعيده عن التايجر اللي هو المنطقه اللي هو الـ two ureters open
فلو انا التيومر بتاعي كلوز واضطريت اثناء العمليه ان انا to cut a portion of the trigone, which means I have to re-implant, reroute the ureter. Usually we take this as a surrogate that this is an advanced tumor. Okay, يستحسن ان العين ده to be served by redness. يعني يقول العيان والله لو لقينا ان احنا هنضطر نعمل ureter re-implantation احتمال ما not to proceed with the initial plan partial cystectomy and we proceed with radical cystectomy وبنحطها على الكونسنت بتاع العيان ونتاكد ان هو اسرته تضمين الوضع ده قبل العمليه. الحاجه الاخيره حاجه اسمها يوريثيليا هيستولوجي which is counter intuitive لان المثانه كفر يوريثيليم. طب ازاي بقى يعني الكانسر اذا هتطلع كلها هتطلع يوريثيليا كانسر؟ بس السبب في كده ان بالذات في المثانه عندنا حاجه اسمها فيلد تشينج. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي حته في المثانه عندها كانسر فيها كانسر وبقيه المثانه باينه قدامي انها سليمه. اوكي؟ ممكن يحصل حاجه اسمها سكيب ليجن. سكيب ليجن يعني هي باينه يعني هي في كانسر موجود على بعد مثلا 4-5 سنتيمتر من الاوريجنال كانسر. تمام؟ في اورام ثانيه بتطلع في المثانه مش يوريثيليال هيستولوجي. ممكن تبقى ادم كارسينوما، سكويمس سيل كارسينوما اللي بيحصل بعد الشيستوزومايزز. التيومرز دهيت ما عندهاش سكيب ليجن. فعشان كده العينين اللي هم عندهم نون يوريثيليال هيستولوجي which is not the majority and these represent maybe 15-20% بس من عيانين البلادر كانسر. تمام؟ They are better served with partial cystectomy لان عارفين ان for sure البلادر اللي احنا سايبينها behind غالبا ما فيهاش كانسر. فاحنا بنحاول circumvent البروبلم هي ان احنا لما يكون عندنا كثير هيستولوجي ناخد random biopsies from the remaining walls of the bladder just for reassurance ان احنا ما عندناش hidden cancer away. خلاص فده هي الفاكتورز تو بريدكت فور اونكولوجيكال اوتكم افتر بارشال سيستم. دي اكبر ستادي طالعه بره من مورجان ستون في كانسر سنتر من نيويورك 58 بيشنتس مطلعين من 5 يير كانسر سبيسيفيك سرفايفل بتاعهم 69%. احنا قلنا تقريبا يعني 70% فور اوفر اول ام سوري فور اوفر اول سرفايفل 69%. And all that know up to 70, can reach between 25 up to 70% the overall survival with cancer-specific survival 5 years after the radical cystectomy is about 50%. From يعني with good patient selection, حالات partial cystectomy ممكن the outcome بتاعها يبقى comparable to radical cystectomy. And they would report the recurrence as superficial recurrence and advanced recurrence. Superficial recurrence means in Hawaii and in Australia, but so that report 12% of the patients. Advanced recurrence means that the cancer has recurred as T2, yeah, has invaded the muscle of the bladder or even distant metastasis, and they report this in 38% of the patients. Well, predictors delay lymph node involvement, which makes sense. I've been served with partial cystectomy from the beginning. Now, دي حاجة جديدة بقى اللي هي تترا مودل ثيرابي. تترا مودل ثيرابي بيزيكلي بنعمل بنشيل as much as we can tumor بالمنظار. بعد كده نروح عاملين العيان يديني concurrent chemo radiation therapy وبعد ما يستجيب خالص نرجع نعمل partial cystectomy with bilateral pelvic lymph node dissection. Sorry. Again, the studies بتطلع من Southeast Asia is not very popular in the United States ان احنا نعمل تترا مودل ثيرابي ونعمل تراي مودل عادة. بس والله they are reporting على 154 patients reporting 5-year recurrence free survival cancer specific survival يعني زي ما انتم شايفين close to 100% يعني something from 91% to 97%. الحاجة اللي الواحد يفكر فيها دلوقتي لو أنا عملت resection للعيان شلت التيومر بالمنظار يعني عملت عملية على المثانة وبعد كده اديت العيان كيميائي وبعد كده اديته radiation على المثانة بتاعته وبعد كده قصيت له جزء من المثانه. فانا يعني الحاجه الاول اللي comes to our mind هو بقى ايه في المثانه سواء كان capacity او function يعني damage bladder scar من radiation والعمليه البارشال ستيكن وعمليه الريسكشن اللي احنا عملناها في الاول بالمنظار. بس والله يعني they are reporting quality of life survey outcomes favorable
وريبورتنج يعني ان هو ما فيش يعني بادر سو ماتش باذرنج فريكوينسي ارجنسي وليكج ابييرنس للعينين بتوعه. بس اجين احنا يعني سو فار ذس از نوت فيري بوبولار عندنا في مصر غير في البرمودر. نتكلم شويه على الادفرس افكتس. بالنسبه للبلاتر بريزرفيشن ثيرابيز they have their own set of adverse effects in quality of life conservation. In general, the more modalities, obviously the more side effects. العين اللي هتعمل له TURBT دي لوحدها ممكن تعمل side effects. هتيجي العين في therapy, radiation therapy. You are going to add the individual side effects for each treatment modality. One large study published in the New England Journal of Medicine, they report that with the bladder preservation techniques, 35% reported satisfactory bladder function at baseline. At 6, 8, 6 months after TMT, they reported 43%, 57%, and 29% preserved bladder function. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هو اول 6 شهور بعد TMT اللي هو primordial therapy bladder function مش كويسة 43%. وبعد كده عند 18 شهر بتحسن. لان هو ده في اول 6 شهور ده بيبقى اللي هو يعني العين لسه واخد التريتمنت البلادر از فيري برو فروم ذا تريتمنت عنده باد بلادر فانكشن وبعد كده طبعا البلادر ستارتس تو هيل سو ذاتس واي 18 مانث الناس دي بتعلي من 43 57% العين ابتدى يبقى عنده وجود بلادر فانكشن وبعد كده بتقل بعد كده بقى 29% زي ما قلنا العين دي بتبقى عينين كبار في السن فبتخش فاكتورز ثانيه زي ديلايد toxicity من radiation chemotherapy يخش factors زي benign prostatic hyperplasia يرجع ال baseline bladder function to be around 29%. This is just the Lansoma adverse effect scale. They are reporting, you know, after 6 months of TMT, 90% remain free from grade 1 toxicity, which they describe as urea, hematuria, and incontinence. 5% grade 2 urinary frequency graded as an ion question full ساعتين ثلاثة. 10% grade 3 urinary frequency grade 3 أسوأ إلى نوعية العين كش كمان full every 1 to 2 hours to urinate. وده كان again this is a large study spectral study في Indian Journal of Medicine. إيه future directives في عيطة؟ إن إحنا نفكر نستعمل فكرة modern therapy حيث إن هو initial reports بتاعته طلع ساتسفاكتوري بالشكل اللي احنا شفناه دهوت. حاجه ثانيه نستعمل بريدكتيف باي ماركرز حاجات الدي دي ار اللي اتكلمنا عليها غير ان احنا تبريدكت مين العيانين ان هم دي بيتر ريسبوند وذ بلادر بريزرفيشن. الحاجه الثانيه نستعمل الميون تشيك بوينت انهبيتورز ادويه طبعا زي كيمبرو والاتيزوماب الادويه الجديده كلها طالعه اللي هي بتلاقي الفيلد اوف اونكولوجي بتريبليس الكيموثيرابي خالص دلوقتي عندنا في العالمين. واخر حاجة اللي هو patient tailored care. This is a little diagram of how we can manage a patient if we elect to do TMT. They resect the tumor with the first maximum TURBT, which means you try to resect as much as you can of the tumor بالمنظار. وبعد كده هو تبدي العيان الحقيقة هي يعني محاضرة very interesting بتتكلم على bladder preservation في bladder cancer. طبعا الراديكال سيستكتومي من العمليات اللي هي العنيفة واللي هي بتعمل morbidities كتيرة للpatients. وكان دكتور محمد حمدي بيكلمنا على خبراته في جامعة أو في ولاية أوهايو يعني على bladder preservation والراديو والكيموثيرابي. احنا بنشكركم على الحضور وبنعتذر عن التأخير ويتفضلوا الأساتذة للسيشن القادمة إن شاء الله.